السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا الله أعزائي المتابعين في حلقة البث المباشر الأسبوعية. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حلقتنا اليوم حنتكلم فيها عن شخص مختفي له فترة وبالنادي، ونقول فين نيلز؟ أين اختفى نيلز؟ نيلز هو مالك كل شيء. طيب لماذا يعني يتجاهل السي او سي نيلز؟ ايش المشاكل؟ هل هناك مشاكل في كروس؟ هل نيلز محتجز؟ يعني اشياء غامضه كثير ما نعرف عنها. لكن عشان نبدا، راح نبدا نتكلم عن سوابق نيلز او خلفيه نيلز الماضيه، من فين جاء، ايش الشركات اللي يديرها، معلوماته الشخصيه من مواقع رسميه. وبعد كذا راح نتكلم ان شاء الله عن الناس اللي خرجت من الشركة وكانت تعتبر درع وقوة للشركة، ايش طلعت وايش صرحت وايش قالت عن شركة ساكسس فاكتوري وعن عملة داكوين. هذا كله بإذن الله راح يكون معانا في هذه الحلقة، نلتقي بعد الفاصل. مرحبا بكم مجددا، ويا اهلا وسهلا فيكم. ان شاء الله تكون هذا الحلقه وهذا البث في معلومات مفيده تفيدكم وتقنعكم بالشيء اللي ساير خلفكم واللي ما يصرح فيه القاده. وقبل البدء نرحب بضيوفنا الكرام الذين دائما يثروا مواضيعنا، يا اهلا وسهلا فيهم جميعا. نرحب بالاخوه الاستاذ محمد طه، يا اهلا وسهلا فيك استاذ محمد. يبدو انه المايك ما شغال معاه. والاستاذة اشواق، يا اهلا وسهلا فيك استاذ اشواق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المايك ما شغال معاه. والاستاذة اشواق، يا اهلا وسهلا فيك استاذ اشواق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المايك ما شغال معاه. والاستاذة اشواق، يا اهلا وسهلا فيك استاذ اشواق. السلام عليكم ورحمة الله. في صدى صوت، في صدى صوت عندنا. يا اهلا وسهلا فيك. حياك الله استاذ اشواق. يا هلا فيك، اهلا وسهلا فيك وبعزائنا المتابعين. يا اهلا وسهلا فيك. يا هلا فيك، اهلا وسهلا فيك وبعزائنا المتابعين. اي برضو عندك مشكله استاذ. يا هلا فيك، اهلا وسهلا فيك وبعزائنا المتابعين. اي برضو عندك مشكله. ايوه استاذ محمد، شوف المشكله في المايك عندك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا ان شاء الله مع موضوعنا اليوم الأساسي، وهو أين اختفى نيلز الرئيس؟ ما هو دوره في نصب شركة ساكسس فاكتوري؟ كلنا نعرف أنه نيلز هو اللي يملك كل شيء. كريس مساعد يعتبر لنيلز، ولكن السي او سي دائما ما يعتمون عن نيلز، ونادرا ما تجد شخص أو شخصين من السي او سي السابقين يذكر نيلز. طيب وعشان نبدأ في الموضوع هذا، نرحب بضيوف الكرام الأستاذ أشواق الكابلي والأستاذ محمد طه. مواضيعنا اليوم: من هو نيلز جروسبرغ؟ ما هي علاقته بعملة وان كوين؟ ماذا كتبت عنه الصحافة الإستونية؟ كيف هاجم أعضاء الشركة السابقين نيلز وكريس وغيرهم بعد فضيحة الشركة العالمية في احتجاز نيلز وكريس؟ بعد كذا إن شاء الله راح نستلم مداخلاتكم ومتابعاتكم على القناة. طيب ودائما وكالعادة نعيد ونكرر الأسئلة هذه التي لا يجاوب عنها هم السي او سي والناس اللي في الشركة، اللي همها بس انها تطلع تسب وتشتم، ولكن ما في يوم من الأيام جابوا مستندات تظهرها لكم او معلومات بمستندات تظهرها للجميع. لماذا لم يفتح الموقع في السعودية وقد مضى على اكتشاف خيانة رولد وإعطائكم فرصة لفتح الحجب أكثر من شهرين الآن؟ أين المستندات والوثائق بأن ذا فيه ما زال مع الشركة؟ أين المستندات والوثائق بأن هناك مستثمرين ضخوا أموال للشركة؟
أين العقود التي وقع عليها رؤساء الدول والشركات الكبرى؟ أين مستندات أن العملة مغطاة بالذهب؟ ولماذا سعرها بخس في التداول؟ لماذا ليس هناك تاريخ محدد لإنطلاق ذا فيو للعالم؟ ولماذا ليس هناك ورشات عمل وتدريب على فتح ذا فيو كما كان معمول به شهر 6 وأنهم يقولوا فقط حيكون في نهاية شهر 10؟ أين نيلز لم يظهر إلى الآن؟ وهذا محور حلقة اليوم إن شاء الله. أين مكاتب الشركة في هولندا وأمريكا وموظفين الدعم؟ ولماذا الدعم ذهب مع رول؟ نعود ونرحب بالأستاذ محمد طه. أهلا أستاذ محمد، يا هلا ومرحبا فيك. مساكم الله بالخير جميعا. أولا أعتذر عن هذا الخطأ الفني اللي صار اليوم، وبمناسبة ميلاد ذكرى النبي صلى الله عليه وسلم أحب أبتدي بهذه البداية. فاح العبير إذا ذكرت محمدا والنور أشرق والظلام تبددا، صلى عليك الله يا نبع الهدى، ما طار طير في السماء وغردا، صلوا عليه وسلموا تسليما. بإذن الله تعالى الحلقة اليوم جبارة من الآخر، فيها كمية ضرب موجع للقادة وبالتخصيص. وما سوينا هذه الحلقة إلا لأن منتجهم الجديد بيكون في تاريخ 3 أكتوبر. أهلا وسهلا ومرحبا بالضيوف الأعزاء دكتور علي الشبيلي والأستاذ الفاضلة أشواق، ويا مرحبا بالمتابعين والمستمعين. أهلا وسهلا محمد، أهلا وسهلا فيك. يا أهلا. انضم إلينا برضو الأستاذ باسل، حياك الله أستاذ باسل. السلام عليكم وحياكم الله جميعا أخواني الأعزاء، ونتمنى أن تكون جميلة وفيها كثير من المعلومات المفيدة لأخواننا الأعزاء. شكرا لكم. يا أهلا وسهلا، حياك الله أستاذي. طيب ننتقل إلى أهم نقطة، من هو نيلز غروسبرغ؟ يعني إحنا بنتكلم عن نيلز مالك الشركة، عشان نحكم على الشخص لازم نرجع لخلفيته وللمعلومات أقلها اللي كتبها عن نفسه في وسائل التواصل الاجتماعي. طيب خلونا نشوف من هو نيلز. عندنا الصفحة هذه من ليكند إن، هذا نيلز غروسبرغ فاوندر أند ليف كود. أوكي، هذا اللي بعرفه عن نفسه، إنه باحث ويعني باحث في الأكواد ومعلومات الأكواد. طيب نبغى إحنا شهادته، إحنا لما ندور على شخص هندور على شهادته، هندور على وظائفه زي ما إحنا شايفين كذا إدارة. أيوة يا دكتور علي، في عندك مشكلة في المايك، يطلع زي التشويش كذا. في الصوت ولا في الصورة؟ إي في الصوت، صوتك وانت تتكلم في المايك يطلع زي التشويش كذا. طيب دقيقة خلينا أطفيه شكله ثاني. يمكن مع حركة الجسم زي كيف الآن؟ نفس المشكلة تقريبا. طيب بس دقائق نكمل المقطع هذا نشوف مرة لا تشويش شديد يعني. ايوه لذلك الكلام ويبين بعض الكلام. محمد طه كيف الصوت عندك؟ في خشخشة ما واضح. طيب ارضو. طيب دقيقة خلونا بس اصل واشبك مرة ثانية بالبلوتوث. الآن كيف؟ أيه الحين تمام. أيه مرة ممتاز. تمام. طيب نرجع لقلنا إحنا وقفنا عند صفحة اللي هو نيلز غروسبرغ، فهو مؤسس واي بيكس ومؤسس الداك وصاحب فكرة الداك،
طيب تعليمه في التاريخ، يعني تعليمه ما هو في التقنية، في التاريخ، وهذا لا يمنع انه يفهم في التقنية وفي إدارة الأموات. ولكن أعجب كل العجب عندما نطلع احنا ونتعلم وندرس ونصمم شيء ونتكلم عن شيء ينكر علينا ما نتعلمه ويصفونا بأننا نعرف كل شيء. طيب هذا هو مالك الشركة، يعني تخصصوا فقط تاريخ، وأنتم كل يوم تطبلوا وتهللوا بنيلز وكريس وإنهم عباقرة وإنهم مشكلة المايك يا دكتور علي، رجعت مشكلة المايك. أيوه. ثاني والله. طيب دقيقة، يعني أنا بحاول بس الظاهر إنه ما حركت الجسم لا أتوقع كل ما دخلت على الصفحة دي فجأة كده يطلع زي التشويش، ماني عارفة يعني هي الصفحة تأثر على المايك، ماني عارفة. طيب حننتقل للصفحة اللي بعدها، حننتقل للصفحة اللي بعدها، بس دقيقة خلوني أتأكد من شيء. السيتنج كيف الآن؟ تمام تمام. فهذا اللي هو إيش زي ما قلنا بالنسبة لتعليمه، هو متخصص في التاريخ طبعا في صفحته هذه في اللي كنت فقط يتابعه 451 متابع، يعني شخص مغمور وغير معروف. طيب ننتقل لصفحة ثانية، باين عندكم الصفحة الثانية الآن؟ كرانش بيس، واضحة الصفحة الثانية عندكم؟ واضحة بس صوتك مرة يسوي ذبذبات ما مفهومة، ومرة يوم تفصل يرجع طبيعي. طيب خلينا نقفل الآن. أنا ممكن عشان سايب المكيف المرة هذه. الآن كيف؟ بعده ما المشكلة ما انحلت. الآن واصل الصوت؟ ايوه واصل. ايوه يا كويس كويس، يلا ان شاء الله خير. نعتذر عن للاخوه عن المشكله الفنيه هذه خارجه عن سيطرتنا. طيب هذا موقع اللي هو كرانش بيس، برضو معلومات عن اللي هو نيلز جورسبرغ، عدد المؤسسات 2، مكانه في استونيا اوروبا، وبرضو المناطق اللي يزورها الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط وأفريقيا. عرضنا لكم صفحته، الأشياء اللي يديرها ساكسس فاكتوري والدكوين، وعنده أكثر من يعني محاور ثانية اللي هو تأسيس خريج جامعة جورج ميسون للشركات، وأسس خريج جامعة ولاية، يعني هذه المراتب والأشياء اللي هو كان فيها، وتعليم جامعة دوراتو، خلفيته العلمية زي ما قلنا في التاريخ. هذه صفحته في الفيسبوك طبعا من تقريبا 2017، ما نشر شيء جديد غير قبل 42 أسبوع، غير في صورته أو غير شيء، ما عنده أي معلومات كثير في صفحته ولا متابعين، أيضا شخصية تعتبر مغمورة. في الويكيبيديا نفس الشيء، انه مواليد 6 ديسمبر 1977، هو رجل استوني
تخرج من جامعة توروتو بدرجة البكالوريوس في التاريخ. تمام، يعني هذه المعلومات التعليمية والفنية اللي تمنع عنه شارك نيلز جروسبيك في تأسيس الدراج كوين، وكان الرئيس التنفيذي لها من عام 2017 إلى 2018. وقف وراء تطوير عملة الدراج كوين المشفرة ونظامها البي، هذه كلها موجودة في الويكيبيديا. نظام البي اللي يشمل الداغ واليت وسوايبكس والداغ باي. طبعا الداغ باي خلاص ما عليها اقبال، السوايبكس توقف له سنه الان وعشر اشهر، الداغ واليت اللي عليه المحافظ وما تقدر تستخدمها الا في التحويل من داغ واليت لداغ واليت او التحويل لمنصه اللي هو الالبانك. هنا تقريبا الاخبار بعد ما نرجع تعليقات الأخوة. معنى هذا تقريبا كل ما هو عن نيلز، معلومات جدا بسيطة وسطحية. فنتفضل معانا الأستاذ محمد الحاج، حياك الله أستاذ محمد الحاج. تسمعني يا أستاذ محمد؟ طيب تفضل استاذ محمد طه الى ان يضبط المايك مع الاستاذ محمد العاد. مشكلتنا المايكات اليوم، لكن الله يعين. بدايه كما راينا هذا المدعو نيلز في بدايه الصور المنشوره في المواقع ان عنده ما شاء الله بنيه، وكان شويه دخين او تمين، ولكن في الرحله اللي كانت الى مصر والى زنجبار كان ظاهر فيها نحيف وطويل. فهذا أيضا من الأشياء اللي قد تموه على الناس الشخصية بعينها. لما مثلا أنا أحتال على الناس بقيمة 8 مليار وأجي أغير شكلي، أحاول بهذه الطريقة أن أبعد عني الشبهات كشخص، أو أغير ملامحي مثل ما روجا سوت واختفت فجأة. فالآن هو بهذا الشيء، ما دام هو اصلا دارس تاريخ، فهو الان يشوف عمليات الاحتيال التي تمت عبر القرون الماضيه ويطورها في القرن الحالي. وانا اعتبره نجاح، او بالفعل نجح في الاحتيال بقيمه 8 ملايين يورو على الوطن العربي وعلى باقي الدول. فهذه الشخصيه اذا كانت دارسه تاريخ، إذن ما عندها أي علاقة بالعملات الرقمية، لأن نحن اللي عرفناه بالأخبار السابقة أنه يقولوا كريس مبرمج. طيب يا مبرمج، أنت أصلا خريج إدارة معلومات أو أي شيء بالضبط، ما أذكر بالضبط، وقالوا بأنك محامي، فكيف قدرت عن طريق اثنين، واحد إدارة برمجيات عفوا أو إيش كان تخصصه ما أذكر، ولكن شخص محامي، والثاني دارس تاريخ تقنية معلومات، واحد دارس تقنية معلومات والثاني دارس تاريخ، كيف يأسس عملة رقمية ويقولوا إنها ستكون مثل البيتكوين، ستكون مغطاة بالذهب؟ للحديث بقية، وسنكشف تفاصيل كثيرة كثيرة عن هذه الشخصية الغامضة بإذن الله. اتفضل أستاذ أشواق. طبعا من جد يعني معلومة صادمة انه نيلز طلع خريج تاريخ، يعني استصبت صراحة من المعلومة هذه، لانه هم كانوا ينفخوه في الجروبات ويقولوا انه هو تقني ومهندس، يعني حاطين استفهات غريبة على المؤسسين هذول سواء كان كريس او نيلز. فأنا سمعت الحلقة اللي فاتت حقت كريس واستصبت يعني من المعلومات، والآن استصبت بالمعلومة الثانية هذه اللي تخص نيلز. فأنا السؤال اللي أبا أطرحه، يعني أنتوا يا قادة السي أو سي من فين جبتوا المعلومات إنه هذول محامين ومهندسين وتقنيين، بينما هم أساساً في المواقع الأجنبية مسجل عليهم اللي خريج تاريخ واللي خريج مدري إيه؟ يعني هذه أشياء غريبة جدا. إضافة إلى ذلك، نيلز شخصية غامضة زي وزي كريس، شيء طبيعي إنه يكونوا شخصيات غامضة، يعني أساسا ما حد عرفهم إلا عن طريق الناس اللي سوقوا لهم، فما نعرف إلا بس اللهم إنهم هم أسماء، وبناء على كلام السي زرعوا في راسنا إنهم هم تقنيين ومهندسين ومحامين ومدري إيه وإلى آخره من هذه الأمور.
لكن الحقائق كشفت واكتشفنا انه هو ما شاء الله خريج تاريخ، الله اعلم ايش التاريخ اللي هو كان يدرسه، هو معالم الاثار او التاريخ العصر القديم، الله اعلم. فهذا من جد من جد شيء صادم صراحة. إضافة إلى ذلك يعني أنا لفت انتباهي حكاية أنه هو مسك الداش كوين من 2017 وتركها عام 2018، يعني ما أكمل إلا سنة تقريبا. طيب إذا هو تركها عام 2018، إذا من هو مين المالك الأساسي للداش كوين؟ فهذا السؤال أنا أبغى السي أو سي يجاوبه عليه. بس هذه الإضافة حقيقة. هو تصحيح المعلومة هم كاتبينها في الويكيبيديا أنه تركها، ولكن هو المالك، وراح نتطرق لهذه الأشياء في المصادر الأخرى. هو المالك للشركة، هو المالك لعدة شركات، داك كوين، دافيو، سوايبكس، شركة صرحت اللي هو ليفاكوت، صرحت موظفيها كلها، حنتطرق لها إن شاء الله. مداخلة بسيطة الآن جاتني الفكرة، بما أنك يا كريس ويا نيلز تقول عندكم شراكات بعملة الداكوين ستصل وستقضي على عملة البيتكوين، ليش شراكات كم هذه؟ انت الحين يا نيلز عندك ما شاء الله 8 شركات، ليش ما طورت الدفع بهذه العملات؟ ليش ما طورت طريقة الدفع بعملة الداكوين؟ يعني من باب أولى، ما دام انك أسست شيء وانت خريج تاريخ، على الأقل تفيد بشركاتك. لكن انت عارف ان اصلا عملة احتيال، وانت اصلا تخطط للاحتيال، فما باغي شركاتك تستفيد من هذه العملة، باغي بس تسحب 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 فلوس من الناس. صحيح، الله المستعان. استاذ الدكتور محمد الحاج، جاهز تخش معنا؟ طيب ننتقل الى النقطة اللي بعدها. السؤال يعني ايش يعني ايش الفكره اللي نحب نوضحها بالضبط؟ من هو نيلز حاليا؟ من هو نيلز؟ يعني لسه احنا حنخش في تفاصيل اكثر، بس الان من هو نيلز؟ يعني بس ببساطه نيلز انا سبق وفي عام 2019 طبعا هذا الكلام، تمام. بحثت مطولا، لأنه أي واحد يحب يدخل في أي مشروع مثلاً يسأل على الباك جراوند أو الخلفية، من هم أصحاب المشروع هذا، وهذا أمر طبيعي. أي واحد مننا يفترض يحب يحط فلوسه حتى لو كانت بنس ولا سنت ولا مليون لازم يسأل. وأنا قمت بعمل هذا الكلام في 2019، وما في شخص عادي جداً ما فيش عنده أي يعني. أنا الآن لما أحب أنضم إلى الدكتور علي الشبيلي مثلاً وأحب يكون مرجعيتي في القانون، فلا بد أني أجد الدكتور علي الشبيلي عنده الخبرة الكافية والشهادات والمؤهلات، وعنده كمان التدريبات المطلوبة، وعنده التطبيق العملي في المحاكم والنيابات، وفي عنده كأحد طلابه أنا مثلاً، ويكون شخصية حقق نجاحات فين في مجاله، وهذا أمر طبيعي. إنسان بيرجع للدكتور علي الشبيلي يكون أحد طلابه في المحاماة، أنا أحب أرافقك عشان يكون إيش في محاكاة وتطبيق. إذن من هنا أنا عرفت أنه الدكتور علي الشبيلي إنسان يستحق أن يكون قدوتي. طبيعي جدا نفس الكلام ينطبق في كل المجالات. طيب لما أنت تقول أنه أنا صاحب مشروع عملة رقمية على سبيل المثال، يعني على سبيل المثال، أو صاحب مشروع أي كان، إذن أنا لازم إيش أعمل؟ عفوا بس لحظة. تمام أستاذ. طبعا الفكرة اللي حاب يوصلها الأستاذ الدكتور محمد الحاج هو تكون عندك خلفية عن الشخص اللي أنت رايح تعمل معه. تفضل كمل الفكرة. لكن للأسف هم ليش توجهوا للمجتمعات العربية، يعني للشرق الأوسط عامة والمجتمعات العربية خاصة وللمجتمع الخليجي تحديدا؟ إيش السبب؟ أولا هم عارفين مع احترام الشديد لعروبتنا ول يعني إسلامنا ولديانتنا ولمعرفتنا التقنية والتكنولوجية ضعيفة جدا جدا. ونعم في ناس يقول لك لا إحنا شعب طيب،
في فرق بين الطيبة وفي فرق بين الغباء. يعني دين الإسلام يوضح احذروا البينات، احذروا الشبهات، آيات قرآنية كثيرة وضح فيها تماما إنه كيف تكون المؤمن كيس فطن، والمؤمن القوي خير وحب الله من المؤمن الضعيف. الإسلام ما قال لنا إنه إحنا يعني نكون طيبين لدرجة استغلالنا. للأسف الشديد دائما دائما الغرب لما يحبوا يعني ينصبوا أو ينصبوا الناس يعني تكون تبعهم في الشرق الأوسط، طيب ويبحثوا في الشرق الأوسط عن مجتمعات عربية زي ما قلنا يعني طيبة خلوقة تمتلك من السماحة والعفو ما يمتلكه ما لا يمتلكه الآخرون. طبعا وهذا موجود في الشعب السعودي طبيعي جدا، وهذا هو نقطة الانطلاق تبعهم بعد ما كانوا في الأردن. يعني أول شيء توجهوا الأردن وبعدين اختاروا المجتمعات الخليجية لسبب آخر، الوفرة المالية، وهم ما استهدفوا أي أشخاص عاديين لا. طيب عموما من هذا المكان طبعا أكيد أنا لما أتكلم أو أي أخ يعني لأول مرة يسمع عن التسويق الشبكي والأول مرة يعرف حاجة اسمها عملات الإقليمية والأول مرة يحب يثبت، بالذات المجتمعات العربية عندنا في فكرة أنه أحب أثبت ذاتي، أحب أثبت شخصيتي، حتى بين الزوج زوجها تحصل الزوجة تقول لك أنا أحب أكون شخصيتي، أنا أحب أكون نفسي، فكرة نفسها اللي دخلوا فيها للمجتمعات. فلما نيجي المواطن العربي يتكلم مع شخص بالذات عربي يثق فيه فهو راح يندفع مباشرة، هو بعيد أصلاً نيلز مش عارف وين إحنا ولا عارف أهم شيء. عموماً نيلز الآن من بداية بحثي له أصلاً ما وجدت له أي معلومات، وهو معترف أنه مدرس تاريخ. الأخت أشوف تقول لي أنا انصدمت بفكرة لما عرفت أنه مدرس تاريخ، هو كاتب أصلاً في معلوماته أنه مدرس تاريخ، وكريس ريس كاتب أنه يعني محاماة، كاتبين طبعاً مش أنهم منكرر تقنية هذا. معلومات، كريس كاتب تقنية معلومات عموماً تقنية معلومات، لا هو محاماة حسب المعلومات في 2019 اللي أنا مثبتها بفيديوهات من خلال المواقع الرسمية، هو كاتب أنه محاماة قانون، حتى لما دخلت أبحث عنه في اللينكدين مسألة التواصل الاجتماعي دورة كاملة هو معترف أنه محامي، وهذاك معترف أنه صفحاته في اللينكد والويكيبيديا والأشياء هذه كلها كاتب تقنية معلومات عرضناها الأسبوع اللي فات. هذا مع مواكبة التكنولوجيا، وهذا يثبت أنه نصاب، لأنه لو ظهرت الفيديو تبعي 2019 أنا بوريكم أنه كاتب بيده محامي وهذا التاريخ. طيب عموما طيب من نيلز في مجال التسويق الشبكي أو في مجال العملات الرقمية؟ واحد نصاب كان موجود مع روجر دوناتور فتعلم النصب على يدها حتى الأميدة، والآن يطبق سياساتها، ما له أي معلومات ولا له أي مرجعية ولا أي شهادات ولا أي مؤهلات ولا أي خبرات عملية ولا له ولا راح تجد له أي معلومة. طيب أنا كمواطن عربي غبي للحد هذا لما أروح أنا أدخل بمشروع مع هذا الشخص يفترض أن أكون أنا فطن، بس وين المشكلة؟ فين الكارثة؟ التسويق الشبكي، هم لم يعتمدوا على من صاحب المشروع أو بحثوا كمشروع زي أسهم والعقارات، هم عرفوا أشواق، عرفت الدكتور علي الشبيلي يثق بأشواق، محمد الحاج يثق برندا، رندا تثق بمحمد، ومحمد يثق، هذه هي اللعبة. طيب من هذا المنطلق هم يخوضوا مضمار النصب والاحتيال. من هو نيلز؟ شخصية مجهولة عديمة ليس لها خلفية ولا مرجعية لا في عملات رقمية ولا في تسويق، ولن تجد له، يمكن تجد له بإيفنت يتكلم كلمتين كذا، ولا في فوق مكتب عملوا فيديوهات في 2019 ومجلسين فوق مكاتب هو يتكلم كأنه يعني واحد عالم. من أهلك أصلا؟ من اللي أعطاك الإذن تتكلم على عملات رقمية ولا حتى تذكر عملات رقمية وإنت أصلا مالك في العملات الرقمية؟ من أنت أصلا عشان أنا أسمع لك؟ للأسف المجتمع العربي يعني زي ما أعيد المثل اللي يقول لك بصل السوق حالي، هي نفس المبدأ ونفس الفكرة. فنيلز ليس له أي معلومات ولن تجدوا لها، لأنه مواطن استوني حسب ما ورد عادي زيك، ما له أي يعني خلفية ولا مرجعية لا في عملة رقمية ولا في تسويق رقمي ولا حتى مؤهلات ولا شهادات ولا خبرات. فنفس فكرة روجا جناتوفا كانت أذكى منه شوية، يعني كانت عاد لسه أذكى منه يعني شوية، هو الآن
يطبق سياسة روجيجنتو. وهذا الكلام تكلمنا فيه في 2019 على فكرة، مش وليد اللحظة في 2023 أو في أواخر 2023. هذا الكلام كله هو سيناريو معاد بالنسبة لمحمد الحاج أو اللي كانوا مع محمد الحاج في 2019. لو استمعوا لنا الشباب تلقينه، بس بمجرد ما إنهم أنا أسمع خبر سلبي أستمع له، كان الآن الوضع مختلف. أتمنى أن الوطن العربي والشرق الأوسط والمجتمعات العربية والمجتمعات بشكل عام أنها يعني تتعبر وتأخذ الدروس والعبر، أن تسويق الشبكي هذا هو مسألة نصب واحتيال، ما إلا في حالة واحدة أنا ذكرتها في فيديو 6 دقائق نزلته مؤخرا اسمه قانون التسويق الشبكي، وهذا لا يمكن أن يحدث. إذا حدث فهذا الموضوع مختلف، ولكن لن يحدث. فأنا مستغرب من الدول العربية لا تتعلم. يعني الرسول إيش يقول؟ المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. طيب يعني أنت المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة والمرة الرابعة وما زلت مصمم على أنك أو إحنا نكون سبب في تسميم المجتمعات ونهب ثرواتها وأموالها بشكل غير مقصود. نتيجة لماذا؟ لأنه طول ما في طماع في نصاب. وإحنا في المجتمعات العربية للأسف الشديد نحب نثبت ذاتنا، إن كان مليونير يحب يكبر البحر يحب الزيادة، وإن كان فقير يحب يوجد له مصدر دخل ومش مهم مش إيش هذا مصدر الدخل، وهذا السبب. لكن تعال تكلم مع مواطن أجنبي. طيب نغطي لأنه ما شاء الله أخذت الوقت كله علينا أستاذ محمد، لسه في نقاط قدامنا ونغطي الأشياء هذه بإذن الله. الله يسعدك يا رب. طيب ننتقل للنقطة اللي بعدها، الموضوع الثاني واللي كان يتكلم قبل قليل الدكتور محمد عنه، علاقة اللي هو نيلز بالون كوين. بالون كوين من فين جت أفكار الداغ كوين أساسا؟ عندي لكم فيديو أتمنى تشاهدوه وبعد كذا حجيب لكم المصدر الأساسي. تعالوا نشاهد هذا الفيديو. Everyone who is connected to the internet, and that means more than 2.5 billion people, has access to a DAG bot. Exchanging various currencies for DAGs is very simple. You can do it either by using a regular currency exchange or a person-to-person trading platform. You can use DAGs in most places you would typically use regular money. As an employee, you can have your salary paid in DAGs. Overseas workers can use DAG wallet to send DAGs to the family members. If you are an entrepreneur, you can pay salary for your employees, or you can pay the invoices to your vendors using DAGs. There's no need to exchange DAGs for other currencies. DAGs will be accepted all over the world. Everyone, including businesses, can track their money movement digitally. As a result, everyone has a functional credit history, which is necessary, for example, when they're applying for a loan. DAGs are not only for the business world. In addition to entrepreneurs who use DAGs for international trades, travelers can use DAGs in other countries when on the go. Farmers can sell their crops over the internet using DAGs as payment. And residents of underdeveloped areas can go about their daily business using DAGs. As shown, DAGs are multifunctional, just like our current money is, but they're also quick to use. And that is an advantage point on its own in this fast-paced world. For example, when ordering from abroad, the DAGs reach merchants instantly, making the whole delivery process fast. To understand the extent of how useful DAGs actually are, let's imagine the following scenario. There's an unfortunate accident, and the victim is rushed to the hospital. People close to the victim use the digital money to pay for the surgery. It reaches the hospital's account instantly, and therefore, no unnecessary delays occur, and the operation can begin. There are also other useful perks worth mentioning. Let's have a look. As an entrepreneur, you can be 100% sure that no customer will ever ask for a credit card refund, because with DAGs, it simply cannot be done. It's very safe.
When your wallet gets lost or stolen, the cash inside is gone forever, and credit cards will most likely be charged. But with a crypto wallet, thanks to the secure passwords, no one can access your money. Plus, you can restore your wallet in another device with no extra effort. People living in rural areas don't need to walk long distances to banks or ATMs only to find out that it's closed, out of order, or out of money. Instead, the Dagcoin web wallet can be accessed from any device with internet access. Even if there is one computer in a village, every person can access their wallet from that computer and do their necessary transactions. There are no ridiculous fees for deposits, withdrawals, or transfers, and you won't be questioned about the origin of your money or what you're planning to do with it, as every transaction is stored digitally. The current financial system based on fiat money hurts people who are not financially secured and have lower educational level. People still are collecting money under their beds, and because of inflation, the money is worth less and less as the time goes on. Fixed deposits and conservative investment funds with low interest rates are no better. Banks know how to use your money and make a profit from it, whereas regular people like you and I are pushed to give all our money to them, and that makes the banks even stronger. With crypto, our money is secure, and what's most important, no one can devalue it by issuing more payment units or coins. Cryptocurrency is solid because it minimalizes political risks. People use DAGs globally. Even if there's an issue in one country, it doesn't affect the bigger picture. DAG Wallet gives you an easy option to identify yourself with your Know Your Customer or KYC form. It provides the government a much better demographic understanding and allows them to send financial support and welfare money to those in need. The bottom line is that money is meant to be easily usable regardless of the country's development level. The DAG-based financial system is transparent. It helps to collect more taxes and turn economy white, so that both private and public sector will work well with each other. Transparency means avoiding corruption in the public sector as well as in the governments themselves. As a result, people feel better paying taxes, as the money will end up where it's most needed. Financially connecting the world has a massive impact on the global economy. Thanks to a livelier economy, business will grow substantially. As an example, transportation and courier services will improve, and the administrative costs will decrease considerably. No more counterfeiting, meaning no more money going into prevention either. As an additional benefit, investors and potential startups can connect easier, so business ideas will be realized faster than ever. All of what you've just heard can, will, and must happen. But it will only happen if we all act on it. Spread the word and talk tirelessly about the real benefits of cryptocurrency. Together, we will build a better future for the world. Join the revolution. طيب احنا شفنا كريسني ونيلز يتكلم عن العملة وخيالاتهم الوهمية في العملة وانها تصير عملة دولية يستغنوا الناس عنها بدل ايش؟ بدل الاموال. ورح تصير منتشرة في القرى وفي المدن، تستخدمها في المستشفيات، تستخدمها لإجراء العمليات الجراحية، لصرف الرواتب، للأشياء هذه كلها. طيب في الأساس من فين جابوا الفكرة هذه والطريقة هذه؟ طبعا أنا استأذنت من الدكتور محمد الحاج أني أستخدم المقاطع اللي نزلها في قناته، وهذا المقطع نشره عشان تعرفوا الفكرة. أنا حسب لكم الرابط في الوصف، ما رح أعرض الفيديو كامل، ولكن تعالوا نشوف.
جزء من هذا المقطع من فين جابوا هذه الأفكار؟ يعني الفكرة كلها جاءت في الأساس من مين؟ من روجا إغناتوفا أو إغناتوفا. الأساس هي وكلهم تعلموا منها طريقة النصب عن طريق إيجاد عملات يوهم العالم إنه هذه هي العملة الخارقة اللي راح تستخدم في العالم كله تحت نظام بيئي محمي، لا يتعرض للتضخم، لا يتعرض لتغيير السعر، لا يتعرض للطباعة زيادة. مع أنه شفنا الداج كوين كيف هو متسرب في السوق السوداء، شفنا الداج كوين سعره كم كان في المنصة تبع السوايبكس وكم كان في السوق السوداء، وإن كل الحكاية ما هي إلا حكاية نصب واحتيال على العالم. يتفضل أخونا محمد الحاج يعطينا باختصار الفكرة والربط ما بين عملة الداج كوين وعملة الوان كوين، وكيف نيلز كان له دور كبير في هذا الشيء. تفضل يا دكتور. طبعا لو رجعتم ل 2016 انا كنت من اول ابحث على الفيديوهات، يعني نفس الفكره تبع الفيديوهات، نفس الفكره الموجوده في الوان كوين هي موجوده في الداج كوين تماما، يعني استنساخ، عمليه استنساخ فقط. الان لو انا كنت من اول ادور عشان اوريكم نفس الفيديو، نفس الفكره، نفس التوجيه. طبعا هذا فيديو بروميشن، يعني فكرته الأساسية هي استقطاب الناس فقط، يعني أما على أرض الواقع فحنا اليوم في 2023 أو في أواخر 2023، ولو شفت تاريخ الفيديو بتعرفوا إيش قصدي، إنه ما تمشي من هذا الكلام، وهذا يؤكد بأنه الموضوع نصب واحتيال. يعني مش محتاجين إلى فهلة وذكاء عشان نفهم بعد مرور، يعني اليوم إحنا في 2024 خلاص، يعني خلصنا، مش محتاجين إلى أنه نثبت لشخص انه نصب احتيال بمجرد ما يشوف ايش اللي حاصل من 2019 الى 2023، لانه هذا الكلام عفى عنه الزمن. ومع ذلك نفس الفكره في اللي حصلت، نفس الوالتس الموجوده في الون هي موجوده في الداج، نفس فكره الظهور بالفيديو هي نفسها الفكره الموجوده مع نيلز وكريسريس. ولكن كان من الاعقل انه اعرف من المتحدث اصلا، هل هو خبير عملات رقميه ولا لا، هل هو فاهم اصلا ولا لا. لو سالته سؤالين انا في الداج وولت كيف عملوها مش راح يعرف يجاوب اصلا، او ليش عملتم اصلا الداج وولت هذه وانت لسه اصلا جالس شغال في الباقات داخل الموقع. نفس الفكره حصل في مرحله من المراحل تبع الوان كوين بعد سنه ونص او سنه تماما عملوا وان وولت، نفس الفكره بنفس التفكير بداوا يعني سوق سوداء وبيع عملات وشراء عملات بنفس الطريقه وبنفس الاسلوب. اللهم انه الفيديو لانه محترفين الان تعلموا من الوان كوين، اضافوا افكار عاطفيه، افكار مجتمعيه عشان يقنعوا الناس انه انت ليش تاخذ العمله هذه. اما الفكره نفس الفكره، نفس التكتيك، نفس الاستراتيجيه، نفس المكونات بالضبط، وما فيش اي اختلاف. ولو كنت قادر اطلع الفيديو كنت بوريكم التشابه الكبير. بإذن الله بإذن الله نسوي مونتاج الفيديو، نجيب الفيديوهين مع بعض ونعرض التشابه. تفضل أستاذ محمد طه.
نعم، إضافة إلى ما قال دكتور محمد الحاج بأن مثل ما الخطوات التي تم إجراؤها في عملة الوان كوين بالنسخة الكربونية تم استخدامها في الداك كوين، فمثل ما خبرتكم في بداية تعليقي بأن هذا اللي يدرس تاريخ دائما اللي شخص اللي يدرس تاريخ يدرسه عشان كيف يستهدف، فهو خلاص ما دام انه خريج تاريخ عرف غلطة الوان كوين وكيف ان انا ممكن اقدر اذا لا قدر الله ان السلطات تمسكني احصل لي مخرج او ثغرة في القانون عشان ما يتم محاسبتي. وبالفعل حدث هذا الشيء لما تم مداهمتهم في عام 2022 في نهاية السنة، جلسوا قرابة الشهرين في التحقيقات، بعدين لما خرجوا بيش بأن الأدلة غير كافية لإدانتهم بهذا الشيء، ولكن هذا ما يبرر أو ينفي عنهم أنهم محتالين. هم محتالين ونصابين وكذابين ومضللين ومغربين. بنفس الطريقة شفتوا كمية الثقة اللي تكون عندهم لما أحد يجي يتكلم، ثقة عالية مواجهة للجمهور ما يخلي فيك ولا نسبة 1% انك تشك في ان هذا الانسان اللي يتكلم الان امامي نصاب. وعلى هذا الاساس شافوا ان الفكرة ناجحة، ان انا ممكن مثل ما كانت روجة مثال حي وعملي انا ممكن اكون نفسها. بس اللهم هيش يفرق شخصية روجة، كانت شخصية مختلفة جدا جدا، يعني هي ذكية، هي داهية، هي تتكلم بلغات كثيرة، هي عندها الجرأة، ولكن ماذا عند نيلز وماذا عند كريس؟ بالتأكيد نيلز لا يخرج كثيرا في الحوارات، كريس كذلك لا يخرج كثيرا في الحوارات، لربما يحتاج إلى أسبوع كامل حتى يتدرب على إلقاء هذا الحوارات. نظيرا عن راولد الذي بمجرد ما تعطيه الفكرة يستطيع أن يؤلف لك مقال كامل عن الفكرة التي يتكلم عنها، فهي طبيعة وسجية في هذا الشخص النصاب عندما يولد وكيف يطور هذه المهارة. يعطيك العافية. في أي إضافة أستاذ باسل؟ طيب ننتقل للنقطة اللي بعدها. ماذا كتبت الصحافة الإستونية عن نيلز غوسربيرغ ومشكلة نفس مشكلة كريس، لأنهم هم الاثنين في نفس القضية. تعالوا نشوف بعض المقتطفات من الصحافة الإستونية، مش كلام إحنا جبناه، من الصحافة الإستونية ومن مصادر معروفة. عندنا أول خبر في صحيفة أوتيليت تتكلم عن اللي هو اعتقال الشرطة الجنائية المركزية 4 رجال اشتبه في قيامه بعملية احتيال استثمارية في أوائل أكتوبر. رفقا للشكوك قدم الرجال معلومات كاذبة من أجل بيع الداك كوين الذي صنعوه، وبالتالي كسبوا ما يقرب من 8 ملايين حسب الدفاتر. وشوفوا يقولوا انهم 2 مليار، طبعا هم اخذوا 2 مليار، لكن كم سعر العمله المسجل؟ اكيد قليل، عشان كذا كانت ايش الدفاتر قليله. على الرغم من ان الشرطه لا تعطي اسماء المعتقلين الا 2 منهم معروفان لدى جونيوس، هم نيلز غوسربيرغ البالغ من العمر 44 وكريستيان ريس البالغ من العمر 33 عاما، اللذان يمتلكان العديد من الشركات ذات الصله بالدق كوين وشاركا في المخطط منذ البدايه. المقال طويل راح أسيبه لكم في الوصف. طيب ننتقل للمقال اللي بعده، يعني ما هو مقال واحد، هذه بالنسبة للشركات اللي فيها نيلز غوسربيرغ عضو في شركة إن بي استشارات محدودة، ريجر هولدز، ريني مجد المحدودة، إرآن الطاقة المحدودة، مؤسس مصنع النجاح، نجاح مصنع المحدود، سوايبكس المحدودة، وليستر المالية، وهذه أغلب الشركات هذه اختفت. طيب برضو عندنا الخبر هذا اللي هو في دي جي جينيوس،
نفس الخبر في بداية الشهر كتبنا العملة المشفرة الجديدة والتي يرتبط إنشاؤها بالإستونيين تم الحصول عليها بدون تعدين، لاحظ بدون تعدين، ومن خلال التسويق الشبكي. يعني اعتمدت عملة الداجي كوين على التسويق الشبكي، على التسويق الشبكي. أثار الداجي كوين نقاشا حيويا بين القراء. نيلز غورسبرغ الرئيس التنفيذي لشركة داجي كوين على خلفية داجي كوين واستخدام التسويق الشبكي والموضوعات الأخرى المتعلقة بالعملات المشفرة إلى جونيوس، جونيوس اللي هي الصحيفة اللي كتبتها. فطبعا المقال طويل وسووا معاه تحقيق وحاول يتهرب وأشياء كثير، حسب لكم الرابط برضو في الوصف وتشوفوه. إيش كمان عنده؟ هذا بعد الأنباء، نفسه دي جي برو موظف داجي كوين تم سحب القيود من قبل كريستيان الذي يعيش في دبي ونادرا ما زار استونيا. يعني كريستيان شارد في دبي بالعربي. بعد أنباء الأمس التي تفيد بأن شرطة مجلس الشرطة وحرس الحدود قد اعتقل واحتجز نيلز غورسبرغ وكريستيان ريخت مبتكري هرم التشفير داجي كوين لمدة شهرين على الأقل، اتصل العديد من الأشخاص الذين عملوا في المخطط بهيئة تحرير ديجو برو وتحدثوا عن خلفية المشروع. ادعى أحدهم أن الأموال قد تم خداعها، بالتأكيد أكثر من 8 ملايين يورو اقترحها في الأصل بي بي جي بي. وقال آخر طلب أيضا عدم الكشف عن هويته أنه على حد علم كان كريستيان ريس هو الذي يسحب قيود المخطط بأكمله. ثم تأكيد تم تأكيد هذا البيان من خلال الحقيقة أنه في معظم أحداث داجي كوين كان ريس يؤدي بشكل أساسي، وظل غورسبرغ الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي في الخلفية. في الوقت نفسه تم إدراج غورسبرغ مستفيد حقيقي لمعظم الشركات المسجلة في إستونيا اللي هو نيلز. وفقا لكريستيان لاس المدعية العامة للمنطقة ستحدد الإجراءات ماذا كان هناك المزيد من المشتبه بهم بالإضافة إلى المشتبه بهم حاليا. يعني هذا الخبر بعد ما طلعوا إنه لسه هم ملاحقين قانونيا. تمام، هنا مطور الداكي كوين يتحدث عن تنظيف الفم، بالتأكيد تم خداع أكثر من 8 ملايين يورو. كتب ديجي برو اللي هو الموقع هذا أمس عن هرم التشفير الذي أنشاه الأستونيين والذي وفقا لشكوك مجلس الشرطة وحرس الحدود خدع الناس بما يقل عن 8 ملايين يورو على مر السنين. بعد ظهور المقال قرر أحد مطوري العملة المشفرة المزيفة مسح فم يعني الحديث إلى هيئة التحرير كان توماس. تم تغيير الاسم. واحدة من العديد من الذين عملوا في داجي كوين في المجموعة قدر أن هناك ما بين 100 و 150 موظفا في متاهة دولية كبيرة من الشركات. أدركت نسبة كبيرة منهم أن هذا ليس عملا تجاريا خالصا بل احتيالا. الداجي كوين هذا بعد التحقيقات كله أنه احتيال، يعني القضية ما انتهت. عندنا برضو في نفس الموقع ديجي برو، وقال نيلز غورسبرغ الذي اعتقل في تالين في بداية أكتوبر ولا يزال معزولا عن بقية العالم حتى يومنا هذا لداجي برو من خلال محامي أنه نظرا لأن شكوك المدعي العام ضده قد تتغير فإنه لا يرغب في التعليق أكثر على ما حدث في 5 أكتوبر، هذا أيام ما كان في السجن. لقد كانت الإجراءات الجنائية التي تورط فيها غورسبرغ عواقب حقيقية، يعني مو بس اتهام ولا في عواقب حقيقية. الشركة التي أنشأها ليفركود أويو والتي من بين أمور أخرى نفذت أعمالا متعلقة بتكنولوجيا المعلومات لشركة داجي كوين. يعني ليفركود سوت إيش؟ أعمال خاصة بداجي كوين. أخطر صندوق التأمين ضد البطالة بتسريح جميع الموظفين. مين هذه؟ ليفركود اللي إيش؟ تعمل البرمجيات لداجي كوين، قامت بتسريح جميع الموظفين. وقال متحدث باسم الشركة المملوكة لي غورسبرغ لي ديك برو أن عمل الشركات الأخرى سيستمر كالمعداد، ويشمل ذلك التوسع ساكسس فاكتوري في السوق الأمريكية من خلال فوركس إنسايدر، وهذا انتهى قبل شهرين لما طلع رويل، والذي يسمح بالتداول في سوق الصرف الأجنبي. وذا فيه هذا اللي طلع برضه وخرج من الشركة وقالوا أنه انفصلت وهو الحل الافتراضي للواقع. ومن الجدير بالذكر أيضا أن ليفركود قدمت على موقع الانترنت مؤسسة حكومية مهمة وهي مركز نظم المعلومات الصحة والرعاية وجامعة تغليل للتكنولوجيا واستخدام الشركات الرسمية، ما هو واضح هنا في فبراير لهذا العام، يعني أنه شركة ليفركود استخدمت أسماء مؤسسات حكومية للتغرير والتدليس.
وبعد كذا صرحت كل الموظفين وليفركورت تعود لمين، راح نشوف ليفركورت بعد شوية تعود لمين. رجل داك كوين يعود إلى المنزل لعيد الميلاد قبل شهرين، اعتقلت الشرطة المركزية طبعا في نفس الموقع برضو. أربع رجال اشتبه بهم لا بلا بلا بنفس العادة. بعد اعتقال أخبر أحد المطورين أنه قد يقدر مبلغ الذي تم بلغ الغش فيه بلغ أكثر من 8 ملايين يورو، يعني المسجل فقط 8 ملايين يورو. لقد توصل إلى هذا الاستنتاج فقط على أساس أن الحفاظ، يعني عشان يحافظوا على الموظفين والمساحات المكتبية في هولندا وتالين، يكلف الرجل ما لا يقل عن 1,000,000 يورو شهريا. يعني هو بيدفع بس رواتب وإيجارات ما لا يقل عن 1,000,000 يورو، يعني في السنة 12 مليون يورو. فكيف هم مسجلين 8 مليون يورو؟ يعني هم شغالين بالتلاعب حتى في دفاترهم المحاسبية الرسمية. هذه شركة ليفركورت المحدودة، مين يمتلكها؟ تعالوا نشوف إيش هي. تأسست شركة ليفركورت منذ 11 عاما، تعمل الشركة في قطاع المعلومات والاتصالات، ومجال النشاط الرئيسي هو استشارات الكمبيوتر، يعني حتى ما لها علاقة في العملات. رئيس الشركة هو غوستاف بولند، المالك هو نيلز غروسبيرغ. تمام. اعتبارا من تاريخ 28/9/2023 كان لدى الشركة متأخرات ضريبية قدرها 22,000 يورو. يتم تقديم الإقرارات الضريبية بشكل صحيح. يمكن التحقق من وجود ديون الشركة الخاصة وتقييم الائتمان، وما إذا كانت الفواتير تدفع في الوقت المحدد عن طريق بنك المعلومات. هذا تقريبا عن الشركة. بيضوا هنا عندنا معلومات عن الشركة والسجل الضريبي. وأيضا لاحظوا غير أنه نيلز غورسبيرغ هو المالك وهو الرئيس، كريستيان ريس شريك معاه في نفس الشركة. يعني هذول الاثنين لا يكاد أن ينفصلوا عن أي عمل إجرامي، فهم يعني شركاء في جميع عمليات النصب والأعمال الإجرامية اللي يقوموا بها. هذا برضو هنا عن ليفركورت خبر يقول كتب ديك برو أمس عن هرم تشفير الذي أنشأه الاستونيون، والذي وفقا لشكوك مجلس الشرطة وحرس الحدود خدع الناس بما لا يقل عن 8 ملايين على المارسين. بعد ظهور المقال قرر راح المطورين العملة المشفرة المزيفة مسح فم يعني ذكر الأحداث إلى هيئة التحرير. هذه برضو اللي يقولوا إحنا نجيب من مكان واحد، هذا موقع آخر اسمه سكور ستيرو بوك. تمام. وطبعا هذه بعدين الشركة نرجع لها إن شاء الله بعدها نرجع. يعني شفتوا هم كله، لا تسمعوا السلبيين، لا تسمعوا مش عارف إيه، روحوا أبحثوا. إحنا قبل ما نطلع بأي خبر نطلع وإيش نطلع ونجيب لكم المعلومات من مصادرها، ما نيجي نتكلم من وراء. حتى في تجاربنا في الميتافيرس في تحليل العملات نجيب خبراء ويتكلموا معانا، غير تحليلاتنا من تجاربنا البسيطة المتواضعة السابقة. ولكن هم يهولوا لكم أمور إنه نحن سلبيين وندعي إننا خبراء. إحنا معنا خبراء، لكن الله سبحانه وتعالى وهبنا عقول نفكر فيها، عقولنا هذه نحترمها ونقدرها، نتعلم وندرس ونستمر في الدراسة والتعلم. ما حيينا التعلم من المهدي إلى اللحد، ولكن الناس اللي تستصعب هذا الشيء دائما ما تيجي تكذب الآخرين وتهاجمهم شخصيا، ولا تهاجمهم بالحجة ولا تهاجمهم بالمنطق. طيب بما أنه إحنا تكلمنا عن هذه الأشياء، اتفضل أستاذ محمد طه إذا كان عندك مداخلة عن ما ذكرت، حياك الله. رجل الأعمال الناجح عندما الإعلام يريد يشوه سمعته يطلع للناس بفيديو علني يقول يا شركات يا إعلام تعالوا أثبتوا هذه التهمة اللي طلعتوها عني، أنا إنسان نزيه وأريد أحقق نجاحات، وأنا مثل ما تهمني مصلحتي تهمني مصلحة الشركاء اللي معي والمستثمرين اللي معي ومستقبل الموظفين اللي معي. فهل يا سي أو سي، أوجه لكم هذا السؤال، هل فيكم واحد من كريس ولا نيلز ولا رولد ولا إيغور طلع يتحدى الأخبار ويتحدى المواقع إنه هو نصاب؟ اللي جابه طبعا لا. ليش؟ لأن طبيعة المحتال يخرب فقط بس يهرب بأي وسيلة. يعني أشبه مثل الفار يحس الجحر
يخش فيه، يحص الجحر ثاني يدخل فيه، يحص الجحر ثالث يلج فيه. فهم أشبه بالفئران الفارة من المصيدة، كل ما تحاول تصيدهم يهرب بطريقة غير مباشرة. الأمر الثاني، المحتال دائما ما يوثق حسابه نهائيا. الحين أنا أتحدى هذا نيلز يوثق حسابه في الإنستغرام وفي الفيسبوك. نيلز لما شفت متابعينه في التليجرام ما يتابع ولا شخص، أما المتابعين له في أعضاء في الجروبات الإيجابية في التليجرام ومن الوطن العربي للأسف الشديد يتابعوا هذا الإنسان، ومتابعاته ما تتجاوز 200 متابعة. هذا في الإنستغرام، غير كذا وحسابه خاص، غير كذا حتى حسابه في الفيسبوك حساب عادي جدا جدا. فكيف إنسان عنده 8 شركات ويعتبر مؤسس لعملة الدوج كوين مثل ما يقول هو، إن الناس ما تعرفه؟ أنت يا شريك ناجح إذا أردت الناس أن تعرفك لابد تعرف بنفسك، لابد تقول أنا فلان الفلاني أعمل كذا وكذا، يكون عندك سي في واضح ظاهر للناس، ما في أي شائبة ما في أي عيب. فسبحان الله كل ما المواقع تتكلم عندك تفضح فيك أكثر وأكثر. الناس اللي تقول نحن سلبيين، أيوة نحن سلبيين بأفكارنا، نحن سلبيين بمنطقنا. ليش؟ لأن نحن ما نمشي مع التيار، نحن نمشي ضد التيار، هم تيار بالنصب والاحتيال. هل تريدين أن نكون إيجابيين معهم ونقول مثلا عبارات النجاح والثراء الثراء السريع وغيرها من الكلمات المحفزة بس عشان أني أضحك على أخوي المسلم وأخذ فلوسه؟ طبعا لا، بكون سلب ما بكون إيجابي. فهذه مداخلتي وشكرا لكم. شكرا لك أخي العزيز. تفضل أستاذ محمد الحاج إذا عندك أي تعليق. دكتور محمد، عفوا إيش السؤال؟ بس احنا عرضنا ما كتبت الصحافة الإستونية عن عملية النصب وتكرارها، وانه تقليل القيمة الاسمية في الدفاتر المحاسبية للشركة، وبعد كذا ظهر واحد قال لا ترى المبلغ اللي اخذوه اكثر من كذا. فايش تعليقك عن انه القادة العرب يخبوا مثل هذه المعلومات؟ تفضل المايك عندك يا دكتور محمد. الصوت قطع، الصوت قطع عندي ولا عند الجميع؟ صوتك انت يروح ويجي يا دكتور. صوتك يا استاذ علي، يا دكتور علي صوتك. الصوت لو قطع عند الجميع كان قطع عند الجميع ولا؟ لا الصوت عندك يا دكتور محمد الحاج منقطع، الصوت واضح مع الشبيلي، دكتور الشبيلي. طيب اعيد لك السؤال. اللي كتبت الصحافة الإستونية عن خلال السجن كريس ونيلز وما بعد السجن، إنه المبالغ في الدفاتر الإسمية كانت مسجلة قليلة، وأحد الأشخاص من الشركة اتصل على صحيفة ديجوبرو وعلى الشرطة وقال المبالغ ليست المسجلة الحقيقية 8 مليون، إنما المبالغ أكثر من كذا، تمام، وهناك تلاعب بقيمة الداج. ولماذا يخفي العرب او القادة العرب هذه المعلومات عن الجمهور؟ وصلك السؤال؟ حي الله عودة الأستاذ أشواق. الله يحييك يا رب العالمين، الله يحييك يا رب العالمين. اعتذر على المقاطعة، والله اعتذر على المقاطعة، لأن واحد ما شاء الله الإذن اللي قلت لك عليه دكتور علي حالف اللي يتشكرني. الله يعطيك العافية، الله يعطيك. تفضل الدكتور محمد. يا ريت لو تعيد السؤال، يعني أنا ما سمعت الجمل الأخيرة كان يقطع عندي، يا ريت. طيب نعيد السؤال، لماذا القادة العرب يخفون حقيقة الأحداث والجرائم والتحقيقات اللي تصرح بها الصحافة الإستونية؟ لأنهم فضل. مغفلين ببساطة، يعني دائما انا اعيد واكرر. طبعا الفارق، انا احب اؤكد الفارق بالخبره، انا يمكن طريقه كلامي مختلفه نوعا ما، ولكن ناتج من الخبره التراكميه السابقه من الامور اللي والاحداث اللي انا مريت فيها بالذات مع الوان كوين والداج كوين. اساسا انتم الان تعطوهم يعني
قانونية وشرعية. لما تقولوا أنه داك قيمة الداكوين طلعت قيمة الداكوين نزلت، هي أصلا مش شركة أساسا، من أساسه هي مش شركة، ولا لها أصول ولا لها أصلا قيمة سوقية ولا قيمة اسمية ولا قيمة تاريخية، ولا هذا الكلام موجود أساسا. والدليل على كلامي ما فيش أي مستندات رسمية. هل تقدر تطلع وثيقة رسمية باسم الداكوين ولا السكسس فاكتوري؟ أنا لاحظت أنك كنت تتكلم على أنه صاحب مصنع النجاح، أصلا هذا مش، هذه فكرة خدعة يعني. كل اللي ما سبق ذكرته هو لم يكن موجود، هو حاول أنه يوري للناس قبل ما يدخل الداك كوين. والدليل على كلامي أنه السكسس فاكتوري ظهرت قبل الداك كوين، فكان في موقع اسمه سكسس فاكتوري على أساس أنه يتبنى مشروع تدريب التسويق الشبكي، وأنهم خبراء في التسويق الشبكي وأنهم فاهمين بالتسويق الشبكي، هذا عشان يعطي نفسه الخبرة أنه والله فاهم بالمجال هذا. بعدين ظهر الداك كوين وليس قبل. طيب الآن لما تقول لي الصحافة الأسبانية والصحافة الأجنبية يعني الأستونية أو الأستونية، أصلا وين الأصول؟ وريني أي، إثبت لي، اعطيني أي مستند مالي أو إداري أو أي كان هذا المستند، اظهر لي أمامي الآن. الآن هي شركة قانونية، يفترض احنا ما بنتعامل مع الهواء او العالم الافتراضي، يعني نتعامل على ارض الواقع، صح ولا لا؟ صحيح. اين السجل التجاري؟ اين رخصة مزاولة العمل؟ اين الوثائق؟ اين الختومات؟ اين الوارد والصادر؟ اين الادارة المالية تبعهم؟ اين الادارة الموارد البشرية؟ اين الادارة العامة؟ اين السكرتارية التنفيذية؟ هذا الشغل موجود في اي شركة كانت على الاونلاين ولا حتى على أرض الواقع، هي نفس الفكرة. لازم يكون في ضوابط وإجراءات نظامية حكومية أو أي كانت على ضوءها يبنى. الآن هم يتكلموا أصلاً الجماعة عندهم موقع عملوا $500 واستفادوا من فكرة الوان كوين، أنا بسوي لك الموقع هذا بكرة وأحسن منه، وبطلع لك أنه عندي 21 مليون الحاج كوين، طبيعي جداً، أنا بسوي لك هذا الكلام خلال 24 ساعة لو تحب الكثير أسبوع، ويكون عندي الموقع ويكون عندي الأرقام ويكون عندي السيرفر ويكون عندي كل شيء. يعني الدومين $10 تبعهم من جودادي، أنا أقدر أشتري الديزاينات تبعها كلها من بريس، أنا أقدر أسوي تمبريت جاهز، وهذا ما أثبته أصلا. ما في عندهم أي شيء قانوني نتناقش فيه، هم اللي يحبوا يقنعوكم أنه أصلا إحنا شركة عندنا حسابات وعندنا متاجرة وطلعنا ونزلنا، هو أصلا ما في هذا الكلام. نفس الوان كوين، وريني، ما في شيء أصلا يثبت أنهم أصلا، أين المعاملات الإجراءات القانونية اللي تمت في أستونيا؟ وريني أي شيء. مش أنا الآن لما نروح أعمل مشروع مفترض أني أروح لوزارات متخصصة ولمنشآت معينة أثبت فيها أني قانوني؟ لو كان أصلا عند كريسلس ولا نيلس والله كانوا طلعوا لك بالوثائق هذه وشهروا بها، نصبوا علينا أكلونا، بس ما في أي شيء أصلا من الحكومة الأستونية. عشان كذا إذا كان في إلقاء قبض فهم عشان نصابين، أما إنهم عندهم جمارك أو ضرائب أو أي إن كان الإجراءات، ما في عندهم، ما في ما يثبت نهائيا أصلا إنهم شركة. على الأقل على الأقل يكون عندهم عقار زي الناس أصلا، أو مبنى حقيقي يتكلموا فيه. الواحد لما يتكلم على يعني مش شركة، والله إني أستحي أسميها شركة، يعني على نصاب. النصاب ذكي مش غبي، بيخلي أثر له أو بيخلي له هو، بس بحكم أنه يمكن الحكومة الأستونية لفت انتباهها راحوا سحبوا الرجال، إيش معك؟ وإيش يسوي؟ وإيش قاعد تسوي؟ وإيش اللي تسوي؟ والسلام عليكم. بعد كم يوم يعني تكلمت الصحافة وطلعوا براءة، قال لك نقص الأدلة، أصلا ما في دليل أصلا. بالنهاية لو يعني سحبوا أوراق التحقيق، ما طلع براءة، ما طلع براءة، خرج بكفالة، ما طلع براءة ولا ايش، اي ان كان المسمى. لو فتحت التحقيق تبعه بتحصل من انت، نيلز من وين انت، من حارة 47، كم عمرك، كذا، ايش مهمتك، مدرس تاريخ، ايش تسوي، ايش السكسس فاكتوري. هو ما راح يتكلم عن الداك كوين، انا يعني اشتغلت وعندي خبره وانا عندي مهاره وانا مواطن عادي وانا انضحك علي ونصبت علي روجي جنتوفا وانا مش عارف ايش، انا اطلب محامي، هذا كلامه. ايش راح يتكلم؟ ما في غير هذا الكلام. أنا منكر، أنا غير معترف، أنا مش فاهم، أنا مش عارف، هذا اللي راح يتكلم فيه.
ما راح يتكلم أكثر من كذا أصلاً، ومعه محامي بكم دولار بفلوسنا اللي دفعناها له، بيعين 17 محامي ما هي الفلوس تبعنا، وبيشتري الرايح واللي جاي بفلوسنا وبيطلع منها بالنهاية. يعني مسألة يعني إنهم يتكلموا على هذا الموضوع أصلاً غلط من أساسه أصلاً، هم أعطوهم شرعية وقانونية الآن لما يتكلموا على محاسبة وطلعت ونزلت أصلاً ما في. بس هذه يا أستاذ محمد، هذه صحافة في إستونيا مهتمة، وهذه القضية صارت في إستونيا، إحنا ليش يخفوها؟ هنا السؤال، ليش عرفك إنه الصحافة مش متآمرة مع نيلز عشان تطلعوا انه ضحيه؟ ايوه هوريك. هل طلعوا فضائح كثير، طلعوا فضائح كثير، والكاتب هذا مش من مصلحه المسوق الشبكي، مش من مصلحته انه طبعا هذا يعني مش بس على مستوى العرب، على مستوى سياسه السوق الشبكي. التدريبات تقول اي خبر سلبي مفروض انه ما يظهرش اساسا، والتدريبات اصلا كذا، اي شخص سلبي ما تكلمش معاه، كيف لو كان خبر سلبي؟ فطبيعة التسويق الشبكي، إحنا أبطال، إحنا هذول أعداء النجاح، إحنا أبطال، امضي في طريقك المضي قدما، اركب الحصان وطير الطيارة والفيلا والسيارة. فهذه أفكار التسويق الشبكي، لا يمكن يعترف لك المسوق الشبكي بأي معلومات سلبية أو يناقش أصلا أي شخص سلبي، لأن التدريب يقول، وهذا التدريب ندربه من 2012 مش من الآن، من 2012 و2011، الشخص السلبي يعطيله بلوك كذا، ما تناقشوش اصلا. وهذا اللي حاصل مع الاخت، مش الاخت بس، مع كل المسوقين الشبكيين. ليش الان رافضين يواجهوكم؟ ليش رافضين يتكلموا معاكم؟ ليش رافضين اصلا يناقشوكم؟ لانه اصلا التدريب كذا، ما في اي شيء ممكن يناقشوكم فيه، لانه نصب واحتيال. هم عارفين اصلا، حتى اللي بنى فكره التسويق الشبكي بانيها على هذا الاساس، اي شخص سلبي لا تكلموش، لا تناقشوش، ولو طول معك عمل له بلوك. نفس الكلام بالنسبة للأخبار السلبية، يعني بتوقعك إنه هو داخل متورط وهو مش عارف، تمام؟ وجن التسويق الشبكي براسه ملبوس الرجال أو الحربة، بيروح يعترف لك إنه على 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 على, على, على أستونيا خبر سلبي؟ مستحيل، مستحيل، من سابع المستحيلات. الآن نيلز وكريس ريس بالنسبة لبعض الشخصيات في أكوين، أستغفر الله العظيم، آلهة أو قديس أو شخص مش طبيعي، هذا خرج من الجنة، منقذ العالم، قاضي على البطالة. فيا أخي الكريم، يعني موضوع التسويق الشبكي هذا منتهي، محسوم، محسوم يعني، وكمان ارتبط بعملة رقمية. فالصحافة تشرعن الآن على أساس إنه الناس ما، والله أنا أشوف إنه هذا تحليلي أنا، إنها متواطئة مع الجماعة لإظهارهم بطريقة شرعية أو قانونية، على أساس إنه أصلاً هي شركة، وهي لا شركة ولا هم يحزنون. يعطيك العافية أستاذي، تفضلي أستاذ أشواق لو عندك تعليق. لا والله ما عندي تعليق، ما شاء الله محمد، الأستاذ محمد الحاج ما شاء الله غسل ومغسل، ما شاء الله كفى ووفى، ما شاء الله. الله يعطي العافية، الله يعطي العافية. إذا ننطلق للنقطة اللي بعدها، كيف هاجم أعضاء الشركة السابقين نيلز وكريس وغيرهم بعد فضيحة الشركة العالمية؟ هم أعلنوا والله إيغور ساب الشركة، والله ما أدري، بس ما جابوا إيش المحادثات اللي صارت أو الكلام أو الصحافة إيش كتبت، الناس هذه إيش قالت. فلما بحثنا برضو وجدنا أشياء، وجدنا معلومات، العالم هذه ما سكتت، طلعت وتكلمت، وتعالوا نشوف إيش قالوا. تعالوا معنا نرجع لنفس المواقع اللي عرضناها وعندنا أول واحد معنا اللي هو هيكون إيغور. إيغور هذا داهية، إيغور هذا داهية، هذا أصلا معاهم من أيام الون كوين، تمام؟ فنفس الديجو برو، موقع الديجو برو، يدعي مسوق الديجو الدايك كوين إيغور ألبرت أنه يلجأ إلى الشرطة في هولندا فيما يتعلق بهرم التشفير الإستوني. هذا هو يعتبر من المؤسسين. أعلن إيغور إي ألبرتس أكبر مسوق شوفوا لهرم التشفير داج كوين، الذي لفت انتباه الشرطة في مقطع فيديو تم إرساله إلى المتابعين، أنه كان يلجأ إلى الشرطة في وطنه هولندا، وفي وقت لاحق اليوم
كان مستعدا لمشاركة السلطات أي معلومات حول المخطط الهرمي قد تهمهم، لكن ما قصده بذلك لم يحدده، على الرغم من أنه وعد بالاتصال بالشرطة، إلى أن ألبرس قال إنه على حد علمه لم يرتكب مبتكر المخطط نيل جورسبريك وكريستيان ريس أي خطأ، ومع ذلك اعترف بأن الإستونيين قد تلاعبوا بالقيمة الإسمية، تلاعبوا بالقيمة الإسمية، وهذا الذي ظهر لنا مع مرور الأيام. في مقطع فيديو استمر ما يقارب نصف ساعة، والله أنا حاولت ألقى لو ربع ساعة من المقطع ذا بس ما لقيت، وحان أرسل اللي هو المصدر إن شاء الله في الوصف. طيب إيش في ثاني كمان عندنا؟ فتشت الشرطة الهندية مكتب دق كوين في أمستردام، هذا عن التفتيش تمام. كتبت الصحيفة الاقتصادية الهولندية هيت فاينانسال داك بلاد أنه في الأسبوع الماضي بناء على طلب من الشرطة الإستونية قامت وكالة المعلومات والتحقيقات الضريبية الهولندية فيود بتفتيش مكتب ساكسس فاكتوري، وهي شركة تابعة مرتبطة بهرم التشفير داك كوين في أمستردام تحت ما يسمى الفرعية. يعني إيش؟ يعني الداك كوين شركة فرعية تحت ساكسس فاكتوري. تم تنظيم تسويق مخطط، تم إنشاء كل من شركة ساكسس فاكتوري الهولندية والإستونية من قبل نيلز غورسربرغ البالغ من العمر 44، يعني هو اللي أسس الشركتين. يرتبط الهولنديان رولد سيدريك مايلي وإيغور ألبرتس بداك كوين، بالإضافة إلى ساكسس فاكتوري كانت هناك شركات أخرى في هولندا في نفس النواة. تلقت فيدي تعليقا مكتوبا من أندرا كيمبا سيمبالا أحد المسوقين الرئيسيين لهرم العملات المشفرة، التي أخبرت المرشوة أنها وزوجها إيغور ألبرتس كان مجرد عملاء استثمروا مبالغ كبيرة من المال هناك، يعني ما هم مؤسسين وإنما عملاء تمام، بسبب إيش؟ التلاعبات اللي صارت. طيب إيش في كمان ثاني؟ هذا الثاني، هذا لو تخش عليه، هذا الكاتب هذا متتبعهم ومقالاته كثير اللي هو روندليف عن شركة ساكسس فاكتوري وعن الداك جرين وعن دافيو، موجود وحترك لكم الرابط برضو إن شاء الله في الوصف. آخر شيء عندنا، مو بس هو تكلم، عندنا يعني شوف هذه المحادثات، يوليان إيش يقول؟ سوء الحظ انتهت رحلتي مع شركة ساكسس فاكتوري هذه، سيحدث ذلك بالفعل اليوم، لأن ما حدث في الأسبوعين الماضيين إنه شيء من جانب الشركات ومن جانب الإدارة، وهو أمر غير مقبول لميثاق الشرف الخاص بي ولمبادئ حياتي وفلسفتي، أنا حزين جدا لقول ذلك، وللأسف هذا ما هو عليه. يعني ساكسس فاكتوري بتقوم بأعمال غير مقبولة تمام. وهنا عندنا اليوليان برضو، أتطلع إلى التطلع إلى البحث عن الفرصة التالية المنزل الأخير لقادتنا في جميع أنحاء العالم لي ولعائلتي في الشبكة، عندما لا تستطيع السيارة أن تنقلك إلى المكان الذي تريده فهذا يعني أنك بحاجة إلى العثور على سيارة جديدة يمكن أن تنقلك إلى المستوى. يعني هذا دليل على تعثر ساكسس فاكتوري، وإنها ما هي قادرة تكمل الطريق. ليش المسوقين العرب متمسكين ما أدري. أشياء كثير كلها والله مقالات في الأيام القليلة الماضية، هذا برضو إيطالي وترك الشركة أوميريس، اسمه أوميريس، في الأيام القليلة الماضية كانت الشركة تقوم بأعمال غير أخلاقية للغاية، وقبل كل شيء إجراءات لم تكن مناسبة للشركة اعتبرتها تأسست على مستوى عالي. أنا أتحدث عن حالات كانت منخفضة المستوى الغاية على المستوى البشري والتجاري. وهنا يوليان يقول لن أكون جزء مرة أخرى من هذه الشركة ولن أقوم بالترويج لأي من منتجاتها وخدماتها تمام. هنا أمر سعيد، اليوم بدأت في تقييم هذه الفرصة الرائعة الموجودة في السوق. وترى محادثة طويلة طويلة بينهم، راح أتركها لكم إن شاء الله في الوصف. طيب إذا كان الأجانب اللي من المؤسسين ومن القادة ومن، شوف المحادثة إيش يطولها، أنا ما حأسردها بالكامل ولكن حتركها لكم إن شاء الله في الوصف. طيب يا إخوان، يعني لما الشركاء المؤسسين أو الأوروبيين أو الناس الكبار طلعوا وتكلموا على الشركة بهذا الشكل، إيش يخلينا إحنا كعرب نوثق فيهم؟ إيش يخلينا سيبوا السي أو سي هذولي خلاص، يعني موقعين عقود ولا يمكن إنه يروحوا يمين ولا شمال، موقعين عقود خلاص، كريتس مقيدهم بعقود، لكن إحنا المسوقين إيش اللي يخلينا باقي نوثق فيهم؟ إيش اللي يخلينا باقي نكمل معاهم أو نسوق للمنتجات الجديدة
إذا كان كل اللي في الشركة قدامه طلعوا تكلموا على الشركة قالوا عنها غير أخلاقية، نصابة، تتلاعب بالأموال، تتلاعب بالبشر، ما في أي شيء يجعلنا نستمر. فأنت كيف تستمر؟ أسألك بالله كيف تستمر؟ تصدق لي شوية يعني باعوا ذمتهم وضميرهم عشان تستمر ويوعدوك يوموك وبكرة أصلا الشركة دي ممكن تختفي؟ فين عقولكم في التفكير في هذا المنطق؟ نسيب المداخلة هذه المرة للأستاذ أشواق. تفضل يا أستاذ أشواق. الله يعطيك العافية دكتور علي. أول شيء أحلى حاجة في الموضوع إنه إحنا نستمد الأدلة والبيانات حقنا من المواقع الأجنبية، لأنه قبل كده لما كنا نستدل من مواقع عربية كانوا بيقولوا إنه هذولا الكتاب العرب حاقدين وسلبيين وهم يتمنوا إنهم يضروا الشركة حقتنا عشان يروجوا لشركات أخرى، فكانوا يطلعوا جميع الصفات السيئة على هذول الكتاب العرب. وطبعا ما شاء الله كثير كتاب عرب كتبوا نحو هذه الشركة، تمام؟ لا أنكر أن هناك بعض منهم يعني كتبوا نقد على الشركة وقاموا يروجوا شركات أخرى، لكن في بعض منهم لا، الحق حق، كتبوا مقال كامل عن حكاية الشركة لكن لم يروجوا لأي شركات أخرى، فقط كان هدفهم أنهم ينوروا الناس ويوعوهم، فكانوا ما يعترفوا بهذا الكلام ويقولوا دولة حاقدين علينا وهدولة بيضروا الشركة حقتنا، شركتنا إحنا الأقوى وزي كذا. الآن جيناكم من الجانب الأجنبي، يعني منهم وفيهم، على قولة المثل دود المش منه وفيه، تمام؟ فجبنا لكم إحنا من نفس المصادر الخاصة الأجنبية. والحلو في الموضوع إنه كل كاتب أجنبي مكتوب اسمه من هو، مثلا رولاند ومثلا جوليان وغيره إلى آخره من هذه الأمور، فكلهم حلوين كاتبين أساميهم عشان لا يقولوا والله هم مزورين المواقع كاتبين من عندهم هذا الكلام. لا، تقدر تدخل من هذا الموقع. والأحلى والأجمل في هذا الموضوع إنه إحنا بنسرد الروابط عشان الناس تدخل من هذا الرابط ويتأكدوا من حقيقة هذه المقالات، يعني إحنا ما لعبنا فيها ولا زورنا فيها ولا ضحكنا على أحد فيها، لا، بنجيب المصادر منهم وفيهم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، سبب تمسكهم في هذا المشروع العمولات يا دكتور علي، العمولات. يعني شيء بيجيني دخل أقوم أفرط فيه، بتقول لي طيب ضمير ودين، أقول لك هذا الضمير والدين للناس الصاحية، للناس المؤمنة اللي تعرف الله سبحانه وتعالى، هم اللي بيخافوا ويبعدوا عن هذا الموضوع. لكن الناس اللي باعت ضميرها وباعت دينها وباعت مذهبها، هذولا ما تفرق عندهم، فيجلسوا يستمروا، تمام؟ السي أو سي مثل ما تفضلت وقلت براحتهم لأنهم هم وقعوا، لكن أنت كمسوق كيف تسوق لشيء وانت عارف الى الان لهم 5 سنوات ولا واحد من المنتجات حقتهم شفنا منها شيء ايجابي، فما زلت تسوق على هذا الشيء؟ اذا معناته انت عقلك مغسول، فيك تنويم مغناطيسي، فلازم تصحى على عمرك. انت تعرف انه الشركة هذه اذا اختفت الناس ما حتعرف الا انت، لانك انت تسوقت لهذه الشركة، فحيحطوا اصابع الاتهام عليك انت. يعني كريستونيز من الاخر كذا حيغسلوا يدهم ويطلعوا يقولوا لك ارجع للشخص اللي سوق لك المنتج واشتريت انت، حيقارجوا نفسهم باي طريقة. لكن مين اللي حيروح في سواها؟ قالوا هناك أشخاص يطلقون إشاعات لما قالوا إنه ذكي ومباشر، طلع كريس وقال لا تسمع الأشخاص اللي يطلقوا إشاعات. صحيح، هذا هو نفسهم، إيه بروا نفسهم. فدحين أنت دورك كمسوق، أنت هل ما زلت مستمر على هذا النحو؟ إذا كان منهم وفيهم رافضين حكاية الشركة ولما شافوا عليها إن أشياء غير أخلاقية من ناحية منتجات، من ناحية تسويق، من ناحية عمولات، هذا الأجنبي وكذا قال، أنت إيش تستنى؟ إيش تنتظر؟ فهذه هي المداخلة حقتي. يعطيك العافية. تفضل أستاذ محمد طه. طبعا بالنسبة للمسوق الشبكي هو يعرف جيدا أن الشركة قد تكون نصابة وقد تكون حقيقية، ولكن هو ينظر إلى المسألة من باب أنها مصدر دخل أو مصدر رزق، قد يكون متأثرا بشح الوظائف أو أنه لا يستطيع العمل في الجانب في جانب الميدان الحر أو الجانب الميداني، ولكن يتلهف عندما يسمع بشركات تسويق شبكي بحكم أنه يكتسب خبرة في لباقة الكلام، في صياغة المنطق، في عرض الفرصة لمجتمعات جديدة. بطبيعة الحال لن يستهدف المسوق الشبكي نفس الطبقة التي تم استهدافها بنفس المنتج، يحاول أن يجد طبقة
ثانية أو أخرى حتى يتأكد بأن هذه الطبقة قابلة للشراء، أو يتأكد بأن هذه الطبقة جيدة للحصول على العمولات. الأمر الآخر مثل ما تفضلت الأستاذ أشواق بأنهم سيخارجون أنفسهم بأي طريقة. إذا كانت الشرطة مدربة تدريبا مكثفا على إجبار المجرم بالاعتراف بجريمته وقد نجوا منها، فكيف لا يستطيعون التهرب من أسئلة بسيطة جدا جدا؟ الآن أطلب من السي أو سي مواجهة كريس عندما يجتمع معهم بهذه الأخبار التي تتحدث عن نيلز، وأيضا أطالبهم بالسؤال لكريس عن المواقع التي تتحدث عنه بسوء. أريد منك يا كريس ويا نيلز أن تجيب بشخصك عن هذه المواقع. هل ستقول بأن هذه المواقع سلبية؟ هل ستقول بأنها مجرد إشاعات؟ هل ستقول بأننا في الفترة الحالية كل العيون مركز علينا، لابد أن نقضي حوائجنا بالكتمان؟ لذلك هم يستهدفون الهروب. خذ المال مني أو خذ المال منهم واكذب عليه قدر ما استطعت، أو اعطه جرعة من الإبر التخديرية كلما حانت لك الفرصة، كلما أردت أن تواجهه بأدلة وحقائق أعطيه إبرة مخدرة، قل له بأن عالم الاستثمار يحتاج إلى مزيد من الصبر. أيضا وللأسف الشديد يعني يستشهدون بحقائق مثبتة لأجل إكمال النصب عليهم. باختصار هي كلمة حق أريد بها باطل. وأخيرا أختم كلامي بأن هؤلاء يستهدفون المنتج الجديد. حذاري حذاري من أي شراكات قد يعقدها كريس أو نيلز مع هؤلاء النصابين، لأن المنتج الجديد سيتم إصداره بتاريخ 3 أكتوبر. وأيضا استذكرت موضوع مهم، في شبهة يوجهها بعض الإيجابيين، يقولون إذا كان كريس أو نيلز قد سجنوا، لماذا رأيناهم بأم أعيننا في هرم الشيخ أو في زنجبار؟ مثل هذه الشبهات قد تضحض بأن الأدلة غير كافية وأن الحكم غير كافي. لذلك بما أنهم يستطيعون الخروج من أسئلة المحققين، فهم قادرين أيضا على الخروج من الدول بوسائل شتى. فلا تستصعب بأنهم قد غسلوا أدمغة مليارات البشر أو ملايين البشر، فما بالك عندما يرشون موظفي الأمن. لا أستبعد أي من الأفكار التي طرحتها حاليا، فكوني أن أرى النصاب بأم عيني لا يكفي بأن أجزم بأن هذا الشخص غير نصاب. شكرا. يعطيك العافية، يعطيك العافية. طبعا تصريحه عن الرشوة هو المسؤول عنه. يعطيك العافية أستاذ محمد. طيب أستاذ محمد الحاج تفضل إذا عندك مداخلة. طبعا أنا تابعت إيغور، وإيغور يعتبر يعني هو عمل خط استباقية. طبعا كل شركات معلومة بالشباب، كل شركات التسويق الشبكي التي تم النصب والاحتيال فيها بنفس طريقة اختلاف الشركاء. الآن إيغور إيش اللي عمله؟ إيغور شاف الجماعة متورطين وهو متورط، فراح قال إيش، خليني أتواصل مع الحكومة الهولندية إنه تم النصب علي وإنه أنا ضحية، وأبلغ قبل حدوث الحدث عشان لو حاولوا يلقوا القبض علي فأنا إنسان مسوق عادي عندهم، وغرروا علي وضحكوا علي ونهابوني ونصبوا علي، وأنا زي أي واحد مسوق شبكي موجود في الشركة. هذا اللي حصل من إيغور، وهذا اللي طبعا للأسف إنه إيش، لو أنتم تتابعوا الإعلاميين والصحافة هم لا يقومون، هم يرودون خبر، هم يرودون تغذية يعني قنواتهم وصحاف وجرائدهم ومجلاتهم بالخبر بحيث إنه يظهر بشكل منمق وبشكل محترم، فبالتالي هم يظهروا إنه هم أصلا مش عارفين القصة، الصحافة مش عارفة، بس شركة سكسس فاكتوري اداك كوين مش عارف مين، بس بالأصل هم مش عارفين القصة من البداية. فبالتالي هم ما جرموا التسويق الشبكي ولا تكلموا عن التسويق الشبكي،
ولا ناقشوا فكرة التسويق الشبكي، ولا بدأوا بشرعية وقانون التسويق الشبكي، ولم يدخلوا في هذا المجال. وهذا يدل على أنهم فقط هي يعني برمنجة إعلامية علشان إيش؟ أنهم يوضحوا للناس أنه أصلا هي شركة وهذا خبر إعلامي وإحنا نزلنا. وإيجر طبعا ذكي مش غبي، بينتظر لما يلقوا القبض عليه. نفس الكلام اللي حصل في الوان كوين، وأعطيكم الأخبار، أنا ما مش جاهز بالمعلوم بالأخبار تبع الوان كوين، كوبي بيست نفس الطريقة ونفس الأسلوب. اللهم إنه هناك كان معاها أبوها وأخوها، كان هناك سبيستيان قام بعمل نفس الحركة وتبرأ من روجي إغناتوفا، ونزل إنه ضحية، ونزل إنه نصبوا عليه بنفس السياسة بنفس الطريقة، وكل من كانوا في هذيك الأثناء معاهم قاموا بنفس السياسة وقاموا باستباق خطوة استباقية عشان في بلدهم. بس إيغور هو اندفع شوية، تهور مع أنه عارف أنه نهايتها بقى. تمام؟ فعشان يضخم ويكبر ويزود ثروته راح فعل الشقة أو المكان اللي استأجره، وعلى أساس أنه تابع لمن؟ للسكسس فاكتوري أو الداك كوين. فلو لاحظتم أنتم، أنا تقريبا أنا شفت المبنى أو شفت الشقة، هو كان مركز على الداك كوين، ما كانش مركز على السكسس فاكتوري، ولا تقريبا كان ظاهر لها، مش متأكد أنا من المعلومات، بس كان هو مركز على الداك كوين اللي تدخل له فلوس عموما. وهذا ما حصل وسيظل يحصل. ونفس الكلام بالنسبة للبقية، هم اختلفوا مع من؟ مع نيلز وكريس ريس. طيب ليش ما اختلفش نيلز وكريس ريس لحد الآن؟ كريس نيلز مختفي لفترة طويلة. ما حصلش اختلاف، او ليش كريس ريس ما هاجم نيلز ونيلز ما هاجم كريس؟ لانهم شركاء في اكثر من حاله، شركاء في اكثر من شركه، شركاء في اكثر من عمليه. تمام. ايغور طبعا انت نسيت واحد اسمه كاري، هو هولندي، هو ابن خاله ابن عم ايغور بنفس الطريقه. من اللي طيب من اللي اختلف معاهم؟ اشخاص غير استونيين. ليش؟ لانه طلعوا اغبياء. إيغور نيلز وكريس ريس طلعوا أذكى منهم شوية وأخذوا الفلوس وطاروا. من بقي في الواجهة؟ كريس ريس. أنا متفاجئ، أنا مصدوم، ادعاءات باطلة، كاذيب، ألاعيب بنفس الطريقة، لأنه اختفاء الاثنين سيدينهم. لكن ممكن الآن كريس ريس يبرر لنيلز، مش زي روجي إغناتوفا. الآن روجي إغناتوفا اختفت صح، بس من اللي يبرر لها؟ وين أخوها؟ وين أبوها؟ مرة يقولوا حامل، مرة يقولوا إحنا خايفين عليها من شلة البيتكوين لأنها أصلا بتقضي على البيتكوين. طيب الآن هم ذكياء نيلز عشان يرجع، لأنه ما أعتقد أنه يقدر يتحمل، يعني يختفي زي روجي مش عارف. هم عاملين أنهم يرجعوه، فكريس ريس باقي عشان هذه اللحظة، باقي على أساس أنه يرجع للصورة بشكل طبيعي وقانوني ويبرر أسباب اختفائه. هذا هو الحركة الآن عاملية. اختلافهم مع البقية هذا أمر طبيعي، بس اللهم كانوا أذكياء وأيغور ذكي عشان ما يعني يلقوا القبض عليه، فهو استبق مع الحكومة الهولندية وادعى الماء ادعى وهاجم من هاجم. يعطيك العافية دكتور محمد. عندي سؤال دكتور محمد الحاج، الحين هل تتوقع إذا اختفى كريس ونيلز مع بعض أن السلطات هل ممكن تدين السي أو سي كامل اللي كانوا متعاملين مع كريس ونيلز؟ لأن من الأخبار اللي قريتها إن روجي إغناتوف لما ما حصلوها السلطات ألقت القبض على أخوها، فهل ممكن؟ ما ممكن. أخوها شريك بالنصبة، أخوها شريك بالنصبة، كانت الأموال يعني كان هو زي المحاسب. تمام. لكن ليس من حق الدولة إنها لا تزر وازرة الوزر الوصلة. حتى عندنا إنه من النصاب، روجا ولا أخوها ولا أبوها؟ التحقيقات تشير بأنه أخوها موجود. طبعا نزلت فيديو على الموضوع هذا، أثبتت السلطات إنه أصلا أخوها كان يتلقى أموال منها، يعني مش إنه كان على الفاضي ألقوا القبض عليه. وهذا التأول المحكمة الفيدرالية في فيرجينيا أعتقد والمدعي العام وجه له التهمة هذه، إنه وين الفلوس حق الناس؟ الجماعة حولوها بيتكوين كل سنة وانت طيب، يعني يدوروا كاش، يدوروا فلوس، ما في. الجماعة كانوا بشكل فوري يحولوها بيتكوين، لأنه خير من
اللي يخف وزنه ومحفظ الله يعلم وين. أما الأموال الكاش لو ألقوا القبض عليها ببنوك كان موضوع مختلف. بس ما أصلا الآن سؤالي الآن إذا مثلا سمعنا من الأخبار أن اختفاء كريت واختفاء نيلز والسي أو سي العرب باقين وتمت إدانتهم كامل، ما ممكن أنهم يخبروا معلومات مثلا الصحافة ما تعرفها أو الدولة ما تعرفها عن هذول الاثنين مع بعض؟ أولا أنت تخاطبني على يعني أنت الآن تتكلم على يعني قوانين ولوائح وإجراءات دول، يعني أنت الآن وين موجودين السي أو سي العرب؟ بأستونيا؟ ما موجودين في أستونيا، لكن في واحد منهم في تركيا وفي واحد منهم في السعودية وفي واحد منهم في سابق الأحداث. هذه فيها قوانين وفيها محاكم، احنا ما احنا أهل عشان نفتي أو نرد فيها، هذه لها إجراءاتها ولها طرقها للدول والقوانين وحسب الشكاوى المرفوعة عليهم. اللي أكد عليه أنه الشكوى تكون في محل البلد، يعني أنا الآن في السعودية شخص أثبت عليها التحايل، نعم، بس لن تحسب قضية تسويق شبكي، ستحسب قضية لا هذه الأشياء تترك على حسب الشكوى. يعني أنا في العادة ما أتدخل في الأشياء القانونية كثير، لأنه القاضي ينظر لجميع الأطراف، ينظر لجميع المعطيات. لا نصير زي الناس اللي تقول روح أركب الخيل اشتكي، القاضي بيجي يقول أنت سجلت يقول لك على مقتلك اركبه. أيوة، القانون ينظر ويطلع، القاضي ينظر ويطلع، ما في شيء يقول انت سجلت. نتجاوز النقطة الجانب القانوني، اتجنبوا الجانب القانوني رجاء. أيوة، نتجاوز النقطة دي لأننا لسنا أهل للكلام عنها رجاء. طيب احنا وصلنا الآن لفقرة مداخلة المشاركين. أعزائي المتابعين، أنت شفت تحليلات الرائعة والجميلة من أخواننا في الاستوديو، لك أن تأخذ ما تريد وأن تترك ما تريد، هذا يعني يرجع لك، ولكن أنا أنصحك بالبحث، لا تصدق كل ما يقال، ابحث بنفسك وشوف اللي عرضناه، ارجع للمصادر وشوف. الله وهبك عقل حتى تفكر وليس تمشي من قاد، لا ورانا ولا ورا غيرنا، فكر يا أخي، شوف المصلحة فين لك أنت شخصيا، الحقيقة فين لك أنت شخصيا. الآن نستقبل مداخلاتكم ومكالماتكم، الرابط مثبت ونرحب بكم جميعا، ونبدأ بالتعليقات المكتوبة في الوصف في الشات. طيب عندنا أول شيء عندنا هنا دكتور علي، أسعد الله مساك ومساك يا غالي. عبد الله محمد، تتوقع أن الدكتور يستطيع يجيب استفسار عن واحد فقط؟ لماذا حجب الموقع؟ ببالك الدولة لما تحجب موقع ليش؟ أما حارد أنا، تفضل يرد أستاذ أشواق. طيب يعني هذا السؤال أتكرر بكثرة، لكن للأسف الشديد كان اللي يجاوب على هذا السؤال الستي أو سي، ولكن بطريقة ملتوية عشان يبوا يثبتوا قوة الشركة حقتهم، بيقولوا انه الحجب بفعل فاعل، ناس اشتكت وقاموا حجبوه، وعشان نثبت لكم انه الشركة قوية محجوب عند ناس وناس عندهم مفتوح وفي ناس استخدموا الفي بي ان ويشغلوا. طبعا هذا الكلام يعني مع احترامي الشديد يعني انا ما اشوف ابدا انه كلام منطقي. احنا اعرف بدولتنا، ودولتنا لا حجبت شيء، تحجبه على الكل وتمنع منعا باتا استخدام أي تطبيق يفتح المواقع المحجوبة، لأنه هذا يؤدي إلى غرامة مالية وسجن. تمام؟ فقصة إنه حكاية إنه والله محجوب عند ناس وناس عندهم، لا، هذه كذبة اخترعها السي أو سي عشان يبوا يبرروا الموقف حقهم. أتحداهم كذا يطلعوا لنا على بث مباشر ويورونا، يقول شوفوا أنا في السعودية هنا، شوفوا الموقع حقي محجوب مفتوح. أتحداهم يطلعوا. طبعا ما في، يروحوا يصوروا لك من الخارج ويقول لك شوف موقع مفتوح، زي واحدة قبل ما يزيلوني من الجروبات حقتهم، فقالت يا أشواق لا تقولي كده الموقع ما زال محجوب، قلت لها طب صوري وريني، فراحت جابت لي صورة. كيف عرفت انه هذا الصورة انها قديمة؟ سبحان من فضحها، التوقيت مكتوب الساعة 12:59 دقيقة تقريبا، يعني كانت على على يوم ثاني، عرفتوا كيف؟ يعني في الليل يوم ثاني، تمام؟
وإحنا كان الحوار اللي بيني وبينها على الساعة 7 حكم في الفجر. فقمت قلت لها قلت لها ما شاء الله والله مرة مفتوح عندك، بس ليش عندك الساعة 12:59 دقيقة؟ قامت قالت ها، قلت لها ارجع صوري لي بنفس التوقيت. ورب الكعبة يا إنها راحت ما عاد رجعت. فلا يضحكوا عليكم بهذه الطريقة، تمام؟ فخلوكم واعين في ذا الموضوع، خليه يصور لك الشاشة كلها كاملة كذا وطالع من فوق، طالع في التوقيت، طالع في الإشارة اللي فوق إذا كانت تحدد لك إذا في زي حاجة تفتح الموقع المحجوب أو لا. إضافة إلى ذلك خليه يصور لك الموقع حقه فين مكانه هو بالضبط عشان يوريك إذا هو الموقع مفتوح ولا لا. قسما بالله ما يسووها هذه الأشياء، لأنهم هم عارفين ذات نفسهم إن المملكة العربية السعودية حجبت الموقع لرصد مخالفات واستنزاف أموال الناس، عشان كده تم حجب لهذا الموقع. هذه دولتنا وإحنا نعرفها، ولا يمكن نهائيا إنها تحجب على ناس وتخلي ناس، هذه عمرها ما سارت. يعطيك العافية أستاذ أشمان. يا أخوان السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صدقوني بلكوني في جميع قرباتهم، لأني قلت لهم أن يخرجوا من جحورهم ويعملوا مناظرة معكم، جزاك الله خير. وإحنا زهمناهم ومستحيل يسوي الشيء، هم فقط يعني فالحين في السب والشتم والتشكيك ورمي التهم جزافة. الشيء اللي يهبل انهم ماضين ولا خوف لا من الله سبحانه وتعالى ولا من الضحايا. الله يهدي من يشاء. خليك معانا لنهاية البث هذا استاذ محمد طه. انا والله دائما متابع معاكم وكل ثقة بكم، يعطيك العافية موي موي. الله يرحم والديكم تنوير الناس بالحقيقة، جزاك الله خير ورحم الله والديك. نور الغامدي يعطيكم العافية، أمس أفكر وين نيلز فعلا، وين اختفى؟ بالله جابوني، إحنا ندور عليه. تعرف البحث عن فضولي نفس المسألة. أجابها الأخ محمد طه، فص ملح وذاب. الأستاذ أشواك أكيد هرب من الشركة، إجابة لنور الغامدي. إيغور أبو خشم هربان دبي، كلهم الآن في دبي، أغلب يعني الناس تروح لدبي وتتخبى هناك، لكن إن شاء الله يتم القبض عليهم. إذا كان في مداخلات أو أسئلة تفضلوا، سواء في التعليقات أو الرابط مثبت اللي حاب يدخل معانا في البث. وإذا كان هناك أي إضافة من الإخوة في الاستوديو تفضلوا، اللي عنده إضافة بس ياليت بالترتيب ويختصر يعني شوي، لأنه باقي معنا تقريبا 18 دقيقة على نهاية البث. نعم، أول حاجة بعقب على الفيديو اللي تم تداوله بأن الشخص الهارب قد وصل إلى السعودية، وبعد التحقيق تبين أن هذا الشخص مجرد أرسل فيديو قديم ليوقع عداوة وضغناء بين المشككين وبين الذين يعتقدون بأنهم سلبيين. أبشركم بأن الشخص الواثق من نفسه عندما يريد أن يتحدى، يتحدى بالوقت ويتحدى بالجواز ويتحدى بالمطار ويتحدى بالتذكرة ويتحدى بكل ما يثبت بأنه على حق، ليس بمجرد أن يرمي فيديو ويحاول أن يثبت للناس بأنه على حق وأنه هو الملاك وغيره هم السلبيون. أنت الآن لا تثبت علينا أننا نحن سلبيين، تثبت أنك إنسان عديم بأنك إنسان عديم الثقة وعديم المصداقية وعديم الأمان. طبعا هذا الكلام يخص الأستاذ محمد طه ومن يؤيده. إلى الآن أنا ما وصلت النتيجة، ولكن حجب الموقع طب نفس الفكرة بالوان كوين، تم حجب الموقع بنفس التكتيك، يعني تم معظم الدول وعلى رأسها المغرب تمت قامت بحجب موقع الوان كوين بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب. وكما أكد وأتفق مع الأخت أشواق بأن السبب الرئيسي أنه قد يكون التفات الدولة أو قد يكون بسبب مشاكل أين كان نوعها أغلقت الموقع، وهو فعلا كان محجوب. وفي حينه أنا كنت تأكدت من المعلومة هذه، لأنه أصلا يعني كنت تخلي إخوان من السعودية يأكدوا لي المعلومة، يعني فما فيش مجال يعني للف والدوران في الموضوع هذا. طيب يعني إيش منتظر أكثر من حجب الدولة الموقع؟ صحيح. مو بس كده، كمان برضو يا أستاذ محمد الحاجة الغريب في الموضوع إنهم يحدوا الناس إنهم يحملوا التطبيق، يعني أنت بتخالف أوامر دولتك؟
يعني أنا بصراحة عمري ما شفت ناس صاحية يعني بكامل قواها العقلية. يعني دولة قالت لي برا السعودية أكيد بيسوي لا لا أنا أتكلم لا أتكلم على الفئة اللي داخل السعودية. يعني دولتي قالت لي إذا أنت حملت الفي بي إن أو ما شابه من هذا حتعرض نفسك لمخالفة ومساءلة قانونية. أقوم أنا أعصي دولتي؟ طب دولتي هي شايفة مصلحتي عشان كده حجبت الموقع، أقوم أنا أروح أخالفها وأحمل عشان بس أمشي اللي في راسي؟ هذا معناته والله مع احترام الشديد تخلف، كمية من التخلف صراحة والله، إني أنا أخالف دولتي عشان بس بمشي العمولات حقتي. يا ناس حطوا عقلكم في راسكم. الطمع يعمي، الطمع يعمي، إيش تسوي؟ الله المستعان. طيب في أي سؤال من الشباب في الشات؟ أي مداخلة؟ الرابط موجود اللي حاب يتداخل معانا على الهواء، وبرضو نرجع نعيد ونرسل. أنا بس حاب أكد، ذكرت الآن معلومة على الداك كوين في اليمن، تمام؟ طبعا السعوديين كانوا على يمين الشجرة تبع الأردنيين، على يمين أحمد ربايعة، وكانت اليمن بدون ذكر أسماء يا أستاذ العزيز، كانت على يمين الفريق الأردني، وكان اليمن على يسار الفريق الأردني. طبعا كانوا يهاجموني بشدة. طبعا الداك كوين الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى أنا كنت قادر أني أوقفها نهائيا تماما في اليمن، ويعني تماما خلال السنة الأولى من 2020 كانت الداك كوين موقفة تماما بكل لدراتها بكل فريقة، حتى اللي سافروا الثلاثة لدرات اللي سافروا دبي أيضا توقفوا وما في أحد استطاع أن يحرك ساكنا. طبعا كان في تجاوب، كان في تجاوب، ولكن بعد فضل الله يعني هذا الكلام، وبالتالي هم تضرروا. ايش عملوا؟ راحوا نقلوا جزء من الفريق السعودي، طبعا يمكن هذه المعلومات اول مره بس انا تذكرتها الان، راحوا نقلوا جزء من الفريق السعودي والخليجي الى الجهه اليسرى عشان يغطوا، عشان الفلوس من فين تجي؟ من التوازن، من البالانس. وفي هذيك الفتره كان في مشاكل بين الفريقين، بين فريق حمود الصميلي، عفوا يا اخي العزيز، يا اخي العزيز لا تخليني اقطع عليك المي بدون ذكر اسماء، الله يسعده. كان في مشكله بين فريقين معينين، على اثرها كان في اختلاف. هذيك اللحظه دخلوا علي جزء من الفريق السعودي عشان يبرروا لي، يفهموني موقفهم يعني، وكانوا يحاولوا يستقطبوني طبعا، و طيب فهم لك واحد جديد، وحصل اللي حصل واستمروا للآن، وإن شاء الله تكون يعني صحوة بلا عودة. يعطيك العافية ما قصر. بس الرجاء يا جماعة الخير يعني ما نبغى ذكر أسماء، يعني خلاص هم معروفين، أنت لو ذكرت القصة هو معروف فليش تذكر اسمه؟ يعطيك العافية وشكرا على المعلومات الجميلة. نعم عندي مداخلة بسيطة. تقريبا تداولت بعض الرسائل عن المنتج الجديد بأنه سيكون سياحي وفي 12 كتاب ودورات تدريبية، وهذه بتفيدك جدا جدا، وأن المنتج مو يحتاج أنت تسوق له، أنت بروحك بتطلبه. وأيضا على النقيض المقابل رأينا منتج رولد بأنه بنفس الهيئة بنفس الأرباح بنفس الفكرة. سؤالي الآن، متى سينزل منتج ذا فيو؟ هل بعد ما يطرح رولد مشروعه، أو بعد ما ينافس كريس رولد كانتقام منه بسبب الخيانة العظمى؟ صراحة أسئلة كثيرة جدا جدا. تاريخ 13، ليش أنا أركز عليه بالذات اليوم؟ لأن هنا بتكون الصدمة الكبيرة. الآن أنا لا أتشائم ولا أفكر بسلبية، ولكن واقع الحال يقول بأن بقت أو تبقت مدة شهر بالتحديد على إطلاق ذا فيو، علما بأن ميتا كويست قد نزلت أمس بسعر $500، وكذلك نزلت نظارة ميتا. الآن ما هي المبررات التي يمكن أن يقولها كريس، سواء في بث مباشر أو في اجتماع زوم أو في رسالة في البريد؟ لا نريد أعذارا ولا نريد تبريرات لا سائغ لها. الآن عندكم مهلة شهر واحد، هل ستطلقون The View Live؟ هل ستعتذرون كالعادة وستطلقونه في مارس أو في أبريل 2024؟ نريد إجابة مقنعة، أو إنكم ستنقلون كل الفريق العربي إلى فريق رولد أنكم أفلستم أيها اليبناء.
بالعكس حتكون الإجابة حقته يا أخ محمد طه، يقول لك والله جات عاصفة كده قوية مليانة مطرة كده ودخلت علينا هلكت لنا الأجهزة التقنية ومدري، فنتحذر منكم خلاص أنسوا سالفة الفيو خلونا نركز في المنتج الجديد. ها إذا ما صارت والله كل أشياء متوقعة ومحتملة وممكن تختفي الشركة بنفسها، لكن نسأل الله أن يحفظ أموال المسلمين ويردها لهم ردا جميلا يا رب العالمين. طيب احنا تقريبا في العشر دقائق الاخيره اخبرك يا دكتور علي، انت عرضت للاخوه المشاهدين حكايه الموقع حق الداج جرو كيف اخفى السعر حق العمله؟ لا ما عرضته في ان شاء الله البث الجاي، لانه عندنا موضوع جدا مهم البث الجاي بخصوص المنتجات الجديده في الشركتين وبخصوص رولد ايش كان يقول لما كان في ساكسس فاكتوري وكيف كان يشرح المنتج وكيف شرح المنتج في الشركة الجديدة. هذا إن شاء الله راح يكون معنا في الأسبوع القادم بإذن الله. عندي مداخلة يا دكتور علي. حياك الله أستاذ باسل، تفضل. طبعا زي ما ذكر الأستاذ العزيز محمد طه والدكتور محمد الحاج، فضائحهم طلعت، ولكن للأسف ما زالوا يحاولون انهم يعني يقفلون على جميع اللي يسأل عن موضوع الشركة. يعني واحد من الاخوان بداية الاسبوع ارسل لي برابط قال لي عندهم زوم تدريبي حول المنتج الجديد، فدخلت ابغى استمع يعني ايش اللي يذكروه. للأسف يا جماعة اول ما يبدو بغسيل دماغ، أول شيء طبعا يجي واحد ويسأل طيب نبغى نعرف، قالوا أنت بتعتبر خائن بهذا الكلمة، أنت خائن، لذلك لا تسمع لأي أحد يتكلم في الشركة، تجاهلهم، لا تدخل معاهم في نقاش، لا تقول لهم بأي شيء عن أهداف الشركة ولا المنتج الجديد. يا أخي حيط بنفسك بالقادة الإيجابيين، لا تصغ لأي أحد سلبي. والله يقول بهذا المعنى يا أخي اعمل له حذر، اعمل له حذر، قفل عليه، لا تسمع له يا أخي. تمسك بالتفاؤل، انتظر على أرباحك ومن هذا الكلام لا تتغير أبدا، يعني حقيقة يغسلون دماغك. طيب يا أخي أنا دخلت معكم في الشركة، لي حق أنه أنا يعني أبغى أعرف إيش اللي صاير، إيش المشاكل، أنا أسمع في شيء طالع عنكم فضائح، قالوا أنت خاين وطردوه. يعني شيء هذه طريقتهم من زمان والله العظيم. فلذلك زي ما قلت يا دكتور علي في بداية اللقاء، خلي عندك عقل، حاول انه انت تفهم ما يدور حولك، لا تخلي احد يضحك عليك. الحمد لله ربنا اعطانا عقول، لا تخلي بعض الناس للأسف اللي انعدموا من الأخلاق والقيم إنهم يضحكون عليكم. بالعكس استمع وشوف الحقائق وشوف ما يدور حولك وكن مع الدولة، كن مع الموقع، ما تسكر إلا وفي شيء، اعرف إنه هذا الشيء غير محبب في بلدك، اعرف إنه هذا الشيء ممنوع، ولكن للأسف ما زالوا يغسلون الأدمغة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وشكرا لكم. شكرا. بالإضافة إلى كلام أستاذ الباسل، أيضا سمعت هذا العبارة من كلام مسوق شبكي، يقول بأنهم عندما يبدأون في إقناع المسوقين المخلصين يقولون بأن هذه الشركة اعتمدت على ركيزة أساسية وهي أنتم، لولا أنتم لما وصلت هذه الشركة إلى هذه المرحلة المتطورة من الإنجازات، أنتم شركاء النجاح، أنتم المفتاح الذي به الشركة ستحقق نجاحات عالمية، يشعرون العميل بأنه إنسان ذو شخصية مرموقة، فيستطيعون بهذا المدح إيصاله إلى درجة كبيرة لا يستطيع تخيلها من الإنجاز العظيم، وكأنه هو عضو مهم جدا جدا في هذه البشرية.
من خلال هذا الباب عندما يقتنع الإنسان بهذه الفكرة يصبح منوما مغناطيسيا، لا يستمع إلى كل الأخبار التي تضحك الكلام الذي يقولونه مهما كان مدموغا بالأدلة والبراهين الدامغة. يعطيك العافية أستاذ محمد. طيب أخواني، إحنا وصلنا للدقائق الأخيرة، فياريت كل واحد فينا يختم، ونبدأ بالأستاذ الدكتور محمد الحاج. تفضل دكتور محمد. طبعا بس أنا حاب أكد إنه اللعبة كلها في التسويق الشبكي وليس في المنتج، هذا أولا. ثانيا يعني في عام 2013 تحديدا تم نفس يعني تزامن اللعبة لورد. أنا أذكر إنه في 2021 لم يكن موجودا، أنا كلامي صحيح بس أحب تأكدوا لي هذا الكلام، يعني اللي كان موجود نيلز وكريسريس وإيغور وكاري، لم يكن لورد أو لورد موجود، صحيح كلامي ولا أنا غلطان؟ أول لا موجود، موجود بس ما كان ماسك السي أو، السي أو حقه السي إي أو. أتكلم بغاية 2021 يعني إلى شهر 10 تحديدا 2021 لورد صحيح. أو لورد لم يكن هذا الشخصية، كان قبله واحد، كان قبله كريغ كريشمان. تمام. الآن إيش القصة؟ هذا انشق الشخصية الجديدة هذه، الفكرة الآن إنه يسحب الفريق أنتم يعني أنفسكم على أساس إيش؟ إنه أوجد خلق شركة جديدة، صح ولا لا؟ صحيح. عشان يسحبكم إلى هذه الشركة، وأنا مالي دخل، ويتنصل ويبدأ يستفيد منكم وينصب عليكم من جديد وينهب أموالكم من جديد ويغرر عليكم من جديد. وطبعا ليش بيدفع الفريق له؟ لأنه يحب يوجد، طبعا أنا تعرضت شخصيا لهذا الموقف، كنت أحب أوجد مخرج لفريقي عشان أعوضهم، لأنه الشركة الأولى نصبت، طيب أنا كيف ببرر لفريقي؟ بقول لهم جاء الفرج والعوض جاء، عضويات مجانية في الشركة الجديدة لكم كامل، يعني فيها أشياء، وهذا اللي راح يحصل خلال الفترة القادمة، ولا أتوقع أنه شهر 10 أصلا. يعني بالعقل The View عبارة عن منتج موجود، ما فكرتم وين يصنعوه، وين من وين جابوا أصلا منتج، من هم المبتكرين تبعهم. عموما الفكرة هنا هذا اللي راح يحصل، أنه راح يسحبوا الفريق بهذا الشكل على أساس أنه يتم، والقادة طبعا راح يندفعوا. ليش؟ لأنهم يبحثوا عن العوض ويبحثوا عن تسكيت أو تكميم الأفواه لفريقهم وتعويضهم، إنه إحنا ما كنا عارفين، مش معقول إنه أشواق مثلا بتمدح داك كوين وفجأة تحول إلى هذه، شجاعة منها حاليا أنا أعتبرها، يعني إنه الليدر اللي كان يمدح بشيء وبعدين فجأة يعني بكل شفافية يقول لا، هذا شخصية قوية ونحترمها جدا. في قليل هذول لا يمثلوا 5% اللي هما أنتم أو أقل، أما 95% من القادة هم راح يجروا وراء الشركة الجديدة. هذا السيناريو اللي راح يحصل بحسب تحليل المتواضع وخبرة الماضية، وراح يسوقوهم للشركة الجديدة بحيث أنهم تعويض وما تعويض، بالذات الفريق الأردني. يعطيك العافية دكتور محمد، وشرفتنا في هذا البث، ونلتقيك إن شاء الله في بث قادم بإذن الله. اتفضل أستاذ محمد طه. أستاذ محمد، طيب اتفضلي أستاذ أشواق. طبعا أحب أشكر الدكتور علي الشبيلي على استضافته لنا في هذه القناة الجميلة والرائعة والمتواضعة. وأحلى شيء في الحياة أنك أنت تكون شخص تظهر الحقائق، وأنك تبرر ذمتك أمام المولى عز وجل ثم أمام عباده، وأنك تحاول تجتهد عشان تثبت الحقائق للناس، على الرغم من وجود ناس تحاول بقدر الإمكان أنها تكمم هذه كلمة الحق، ما تبغاها تطلع، لكن الله يقوينا ويعيننا على نشر الحقيقة
بشكل مستمر إن شاء الله بإذن الله، وراح نستمر على هذا الحال إن شاء الله بإذن الله إليه ما الناس كلها تقتنع وتعرف إنه هذه الشركة عبارة عن شركة نصب واحتيال، اللهم إنها هي فقط تستنزف أموالكم لا أكثر ولا أقل، ما عندها لا منتجات، ما عندها لا أرباح، ما عندها أي شيء من اللي ذكره، فقط هذه مجرد كلام من أجل إنها تستمر عمولاتهم فقط لا أكثر ولا أقل، لكن حقيقة الأرباح وغيرها هذه كلها كلام ما أنزل الله به من سلطان. فألف شكر للدكتور علي الشبيلي، وألف شكر للأخوة الحاضرين، الأخ محمد الحاج ومحمد طه والأخ الباسل، تشرفت بوجودهم معنا ما شاء الله في هذه القناة، وأيضا أشكر المشاهدين على حسن استماعهم لنا، فلا تنسونا من الدعم، الله يعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، والشكر موصول لك على حماسك وعلى معلوماتك الجميلة والرائعة، وإن شاء الله نلتقي في بث قادم بإذن الله. تفضل يا أستاذ الباسل. جزاكم الله خير يا دكتور علي على ما تقدمونه في هذه القناة الجميلة من توعية مجتمعية مهمة جدا للأخوة الذين دخلوا هذه الشركة أو الذين يحاولون أنهم يدخلوا هذه الشركة. شاكر للأخوان مشاركتهم، الأستاذ محمد طه والأخت أشواق والدكتور محمد الحاج، ونتمنى بإذن الله أن تستمر هذه القناة التوعوية، وأيضا احنا حقيقة استفدنا بعض من المعلومات اللي أول مرة يعني حقيقة أنه يعني استرنا فيها، وجزاكم الله خير وشاكرين ومقدرين هذا لكم المجهود الكبير. يعطيك العافية أخي الباسل، وتشرفنا بوجودك معنا وعلى معلوماتك الرائعة، نلتقي بإذن الله في بث قادم، حياك الله. أخوي محمد طه موجود؟ المايك في مشكلة ما ينسمع. لا واضح صوتك. طيب نقول ختاما، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، ونسأل الله تعالى أن لا يفجع المسلمين بنهاية شهر عشرة، وأن تصل مفاجأة تبرد على الإيجابيين المهزلة والمصيبة التي ستقع به نهاية شهر عشرة، وأقول لهم إنا لله وإنا إليه راجعون وأمر كله خير. هذا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، وشكرا لإضافاتك الرائعة، وأعتذر منكم جميعا لو بدر مني أي خطأ أو سوء تعبير، وبالعكس أنا أتشرف بكم جميعا، وإن شاء الله إننا نحن نكون الناس، ما بقول قادة، نكون الناس اللي ساعدت ناس آخرين للوصول للحقيقة بإذن الله. يا جماعة الخير، أعيد وأكرر اللي قلته في بداية الحلقة، أرجع أقوله اليوم، أنت عندك مخ وعندك عقل تفكر وتشوف الخير فين والشر فين بدون ما أحد يوجهك، سواء إحنا ولا غيرنا، لا تخلي أحد يوجهك. سمعت؟ شفت الدلائل؟ روح ابحث بنفسك مرة ثانية وتأكد بنفسك عشان تعرف الحقيقة فين. أما السب والشتم ومدريه فهذا مكانه، أو الكلام عنه معروف يكون عند مين، وللرد عليه معروف الأماكن فين. أنا كل اللي سبوا حرد عليهم بإذن الله، وحيعرفوا ردي كيف. أنا ما رد بالكلام النعيده، لا ردي أقوى مما يتخيلوا بإذن الله. الأسبوع الجاي إن شاء الله أو خلال الأسبوع القادم راح يكون كلامنا عن المنتجات الجديدة للشركتين وكيف هي مستنسخة من بعض، ورولد ماذا كان يقول قبل أن يترك ساكسس فاكتوري في التسجيلات، وماذا قال بعد أن ترك ساكسس فاكتوري في الإيفنت اللي قدمه قبل شهر تقريبا. بإذن الله تعالى راح نفصلها بالتفصيل بالأدلة والبراهين. كونوا معنا، وفي نهاية اللقاء نقول استغفر الله العظيم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كل إثم عظيم، اللهم اغفر لنا وتب علينا، واللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.